السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. صباح الخير، تفضلوا استراحة، تفضلوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم في هذا الحدث الملهم، في يوم نحتفي فيه بمن سلكوا طريق تقطعت فيه الرحمة بالتضامن والثقة بالتواضع والاحترام بالمساواة، القيم اللي كانت أساس لتحالف وطني يدعو للفخر بأبناء مصر اللي واجهوا بكل الإصرار تحديات التنمية، فاجتمعوا من أجل إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التحالف الأول من نوعه لكبرى مؤسسات العمل التنموي في مصر. سنة فاتت طوارت فيها الأسماء وتضافرت الجهود تحت مظلة واحدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات مصر. اتعلمنا ان ايد لوحدها مش كفايه، وان اتحادنا دايما قوه. كل مره اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا اسره واحده، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيؤدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح. فلذلك أنا يعني متحمسة جداً للمشروع، متحمسة جداً لأن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة، نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا أنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات المجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر، والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له مش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي،
كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عندي ميه بيضة على العين، صرنا على الخير والتحالي، خبط علينا قالوا تعكشوا، خدنا العلاج اسبوع وجو قالوا لنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضة وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرفت نفسي عليهم، جابوا لي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائيه وصلت لملايين من الاسر في مختلف محافظات الجمهوريه. نتيجه العمل على ارض الواقع ولقاء التنفيذيين، القاعده توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير، قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفت موضوع القوافل اللي قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت تدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف، ولا في سباكه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه، وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء اكتر من سنه او سنتين واحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر اشتغل ولا اقدر اوكل اولادي ولا كده. عندهم خبر اني انا راجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعيه اورمان ساعدتني في توصيله وصله المياه. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجه بصراحه يعني، وما اعتنيش هم اي حاجه، واستلمت منهم البيت على هذا الوضع. قدرت تطلعني من اللي انا كنت فيه وبقيت انا في المكان دي دلوقتي، انا ذات نفسي مش مصدقه خالص. انا بالصدفه كنت قاعده بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم ان انا مطلقه وعندي ولدين والبيت بتاعي ما فيهوش سقف وعايزه سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس احبكوا لي خشب حتى. فبالفعل بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحه ما كنتش مصدقه خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محاره وكهرباء وسباكه وسيراميك ونقاشه وحاجات انا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها اصلا. لما جم فتحوا الورشه دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. انا ما كانش فيه مصدر رزق الاول خالص، فبصراحه لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويس. عرفت التحالف ان هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معاهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم، قلت لهم انا تعبان ما بقدرش اشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. انا كانت مشكلتي ان الحياه كانت صعبه شويه، وجوزي كان ساب الشغل ورجع اشتغل شغلانه يعني بسيطه ومرتبه يعني بسيط، فانا جيت هنا المؤسسه اتعلمت الخياطه واشتغلت، بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية ل 600 ألف أسرة، وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز، وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. ودينا البطاطين والحفا والكلام ده كله، في رمضان الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم، من ضمن القوافل وزعنا حلاوة المولد، الناس الحقيقة اتبسطت، شنط المدارس، الناس يعني سعيدة إنك تلاقي في الآخر حد حاس بيكي وبولادك وبإن إحنا بلد كلنا بنحب بعض. ضم 600,000 أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس، بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني، والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة. جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين، وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة،
نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة. مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني، اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الآخر غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رأيي ده مشروع رائع، ان شاء الله هيجيب نتائج كويسة جدا. صحيح إن عمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سنة واحدة بس، لكن الأرقام والنتائج اللي اتحققت في السنة دي اختصرت سنين، وده بسبب تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني. وللتعرف بشكل أكبر على حجم الإنجاز اللي اختصر الزمن، اسمحوا لي أدعو الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف. سيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر، السادة ممثلي المؤسسات الدولية، السادة السفراء، السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني، شباب المتطوعين، برحب بحضراتكم جميعاً، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عام ميلادي جديد. إن شاء الله يكون عام خير ورخاء على مصر والعالم أجمع. الحقيقة يا فندم، أنا محملة برسالة شكر وامتنان من يمكن عشرات الآلاف من المنتمين لقطاع المجتمع المدني في مصر، ويمكن مئات الآلاف من الشباب المتطوع اللي الحمد لله كان جزء أساسي في نشاطنا خلال 2022، ويمكن ملايين المستفيدين الحمد لله اللي قدرنا نوصل لهم خلال سنة من العمل في كل مكان في مصر، في 27 محافظة، في أبعد نقطة كنا الحمد لله بنقدر نوصل للناس. الحقيقة فندم، حضرتك أتحت لينا فرصة ذهبية لعام للمجتمع المدني، والفرصة دي كان يعني يمكن الطريق ممهد إن احنا نستفيد منها بأكبر شكل ممكن بوجود الحقيقة مجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، ويمكن بعض الإجراءات اللي خلت في مناخ حر وداعم لتجربة العمل الأهلي في مصر. يمكن يا فندم احنا بعد اعلان حضرتك ل 2022 عام المجتمع المدني، دي كانت فرصه عظيمه ان احنا يبقى في انطلاقه لمفهوم العمل التشاركي، ان احنا كلنا نكون موجودين على ترابيزه واحده بنشتغل مع بعض. عدد من الكيانات التنمويه الهامه، احنا نفذنا يمكن التكليف باجراء حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي، نزلنا كل المحافظات، سمعنا من كل الناس، وطلعنا في الاخر لاليه ان احنا ازاي نعمل تنسيق وتعبئه للجهود بحيث ان احنا نوسع دايره الاستفاده. يمكن يا فندم البداية كانت في مارس الماضي، 13 مارس، اجتمع 24 كيان مظلة من كيانات العمل الأهلي في مصر، واتفقنا ان احنا نبتدي بحلول ان شاء الله شهر رمضان، واللي يمكن كان ليه بعض الظروف بسبب الأحداث في أوروبا الشرقية، الأحداث اللي بتحصل في روسيا وأوكرانيا، يمكن كان فيه تأثر زينا زي أي دولة في العالم، داخلين على موسم مهم وهو موسم شهر رمضان، المواطنين ليهم احتياجات معينة. الحقيقة فندم بدأنا نفكر إزاي نحشد جهودنا، ننسق العمل بشكل يكون فيه تنظيم، والحمد لله التجربة عدت بنجاح، واللي يمكن اللي شجعنا على الاستمرار هو إشادة حضرتك للعمل اللي تم ده خلال شهر رمضان في إفطار الأسرة المصرية. وفي الوقت ده حضرتك كلفت إنه بعد الانتهاء من قافلة وصل الخير واحد اللي امتد طول شهر رمضان المبارك، إن يبقى فيه مد لمظلة الحماية الاجتماعية طوال عام 2022. الحقيقة يا فندم احنا بدأنا نشتغل على ده، واستهدفنا المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقا بمجموعة من التدخلات في كافة المجالات. وصلنا الحمد لله يمكن ل 30 مليون مواطن مصري، واللي ساعدنا في ده يا فندم هو وجود قاعدة بيانات موحدة الحمد لله احنا عملناها بالتشارك، بيانات المؤسسات كلها كان بيتم رفعها بشكل مباشر على هذه القاعدة، وبالتالي بقينا شايفين ايه هي التدخلات اللي بيتم تقديمها للمواطنين. القاعدة الحقيقة كان عليها 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، عندنا خريطة واضحة لاحتياجات هؤلاء المواطنين، تم تنسيقها طبعا مع الوزارات ومع الجهات المعنية للوصول ل يعني حقيقة الأمر ونعرف الناس دي محتاجة ايه.
طبعا الحمد لله النشاط اللي تم خلال 2022 خلى يبقى عندنا طموح في استدامة هذا الإنجاز، وإن احنا نوسع المظلة ويبقى في معانا كيانات أكتر. فالكيانات الحمد لله زادت إنها بقت 30 كيان تنموي خدمي موجودين تحت مظلة التحالف الوطني. يمكن يا فندم كمان احنا خلال 2022 اجتهدنا نشتغل على فكرة استدامة الإنجاز، مرتبط زي ما حضرتك بتقول دايما باستدامة التمويل، فكرة الاستثمار الخيري، وإن احنا نزود العائد على أموال الصدقات. فبدأنا نشتغل في موضوع الاستثمار الخيري عن طريق طبعا أوعية استثمارية الدخارية، ويمكن ركزنا أكتر على المشروعات كثيفة العمالة لأنها بتوفر فرص عمل، وده جزء من دورنا اللي لازم نقدمه. طبعا مشروعات كثيفة العمالة زي مصانع السجاد ومصانع المنسوجات وغيرها، ويمكن أكتر ملف اهتمينا به آخر 6 شهور هو ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة دلوقتي بسلالات أخرى محسنة، يعني يبقى لينا دور كمان في هذه القضية، وفي نفس الوقت تستقطب عدد كبير من المواطنين لفرص عمل جيدة. يمكن يا فندم يعني في 2022 إشادة حضرتك بالدور الام بي المجتمع المدني والتحالف الوطني، المخرجات اللي حصلت، حالة الرضا اللي موجودة عند المواطنين شجعتنا إن احنا يبقى عندنا مجمل للأعمال اللي تمت خلال 2022. يمكن يا فندم مخرجات هذه التجربة تتلخص في إن احنا وصلنا ل 30 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه مصري، وقطاعات التدخل كانت متعددة، منها الغذائي ومنها الصحي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي والتوعية. الحقيقة فندم كمان ما تم إنجازه ده احنا ركزنا فيه على بعض المحاور اللي فيها أرقام يعني جديرة بالتوقف. يمكن في ملف السكن احنا قدرنا نوفر سكن ل 54 ألف مواطن ما بين منازل جديدة وما بين إعادة تأهيل بعض المنازل. في بالنسبة لفرص العمل 139 ألف و500 فرصة عمل، 39 ألف و500 دي كانت مشروعات جديدة، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والمئة ألف فرصة عمل كان عن طريق تمكين صغار المزارعين وبالذات في ملف الخاص بالقمح، زراعة القمح. الحقيقة في ملف الصحة كمان احنا وصلنا بخدماتنا لخمسة مليون مواطن، في ملف الغذاء قدرنا نوصل لخمسة وعشرين مليون مواطن، وفي ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا لعشرين مليون مواطن. طبعا في مواطن ممكن ياخد أكثر من خدمة. الحقيقة فندم في بعض المنتجات الخاصة بالتحالف الوطني اللي يمكن يعني من وجودنا على ترابيزة واحدة وفي آلية تنسيق مستمرة ما بيننا قدرنا ان احنا نخرج بيها. يمكن مبادرة ازرع دي من اهم المبادرات، وهي مبادرة غرضها تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الاراضي، ويمكن احنا ركزنا في هذا الملف على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية. بدأنا الإطلاق بمرحلة تجريبية باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح، وإن شاء الله متوقع الحصاد في مارس أو إبريل القادم بإجمالي إنتاجية إن شاء الله 3.3 مليون أردب. في ملف القوافل الحقيقة إحنا كان عندنا قوافل ستر وعافية، وهي قوافل شاملة بتروح على المحافظات المختلفة، بتنزل في القرى وفي المراكز، بتقدم مجموعة من التدخلات كاملة كل المواطنين ممكن يكونوا بيحتاجوها، صحية وغذائية واجتماعية وغيرها. استهدفنا 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور من 2022. كان عندنا طبعا اهتمام خاص بفكرة إحياء تاني الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد القومية، ويمكن احنا يعني قلنا ان ده جزء أساسي من الثقافة المصرية، وانه أيا كانت الضغوط الاقتصادية اللي على الأسر ولكن هم من حقهم جدا يبقى عندهم هذه الفرحة الخاصة بالمواسم الدينية. واستهدفنا في المواسم خلال 2022 25 مليون مواطن مرتبين في نسق أسر تقريبا 5 مليون أسر. الحقيقة يا فندم احنا كل اللي قمنا بيه لقينا ان في ربط مباشر بينه وبين محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي تم إطلاقها في آخر 2021. يمكن الحق في الغذاء، الصحة، الماء النظيف، الحق في الضمان الاجتماعي، كلها حقوق تم توفيرها من خلال التدخلات اللي قدمناها. ويمكن يا فندم احنا في 2023 يعني ارتفع سقف طموحنا، ويعني بإذن الله الخطة المستهدفة هتكون تكلفتها 14 مليار جنيه مصري بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادي، ويمكن احنا بادئين بيه لانه دايما حضرتك بيبقى فيه هدف هو اخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات. احنا عندنا 50 ألف مشروع جديد ان شاء الله بصدد تمويلهم، 30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل بصدد ان احنا نمولهم عشان المشروعات دي تتطور، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، ده بالإضافة إن شاء الله للتوسع في ملف زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تنمية 500 ألف من صغار المزارعين، جاري إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهم الآن يا فندم.
فيما يخص ملف الغذاء يا فندم، ان شاء الله احنا بنستهدف 1.5 مليون مواطن مصري بشكل في استدامه تغذيه شهريه، دي ان شاء الله تبقى مسؤوليتنا، بالاضافه ل 25 مليون مواطن اللي بيستفيدوا معانا بالتغذيه الموسميه في المناسبات المختلفه. فيما يخص ملف الدعم النقدي، ان شاء الله احنا بنستهدف 400,000 اسره تستفيد معانا بشكل مستمر من المعاشات النقديه، ده بالاضافه لمليون اسره الدعم النقدي الموسمي. في ملف الصحة إن شاء الله استهداف 5 مليون مواطن بتدخلات صحية مختلفة، بالإضافة لمليون مواطن هيتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف، ده بالإضافة ل 600 مليون جنيه مصري هم دعم للمستشفيات الحكومية سواء في الصحة أو في التعليم العالي. طبعا بالنسبة لمحور المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة، احنا الحقيقه رصدين له مبلغ ان شاء الله 2 مليار جنيه واستهداف 250,000 مستفيد. الحقيقه يا فندم احنا عندنا يمكن بعض الاهداف الاستراتيجيه طويله المدى للسبع سنين اللي جايه، وباذن الله احنا يعني اول هدف بالنسبه لنا هو اخراج اكبر عدد نقدر عليه من المواطنين من دائره الفقر. يمكن تاني واهم هدف عندنا هو استكمال هذه التجربه اللي بتعد تجربه منفرده، وتجربه هي الاولى من نوعها، يعني تم رصد كل ادبيات التنميه، لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من دول العالم بشكل مستدام، فإن شاء الله نستمر في هذه التجربة ويبقى عندنا مظلة حماية اجتماعية تقدر إنها تستوعب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج. ده بالإضافة يا فندم إن يتم زيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة بميزانية 200 مليار جنيه، والحقيقة إحنا بندرس التوسع في ملف الاستثمار الخيري، جذب تمويل خارجي لمزيد من المشروعات التنموية اللي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة طبعا مع الحكومة. الحقيقة في عندنا بعض الإجراءات التنفيذية اللي أخذناها عشان يبقى عندنا ما يؤهلنا لتنفيذ هذه الأهداف. فكرة توسيع مظلة التحالف، إن هو دلوقتي بقى فيه 30 كيان تنموي وخدمي هام جداً. الحقيقة كمان في تنسيق مباشر مع كافة الوزارات من خلال بروتوكولات تعاون مختلفة وتبادل واضح في البيانات. انتشارنا الجغرافي كمان بيؤهلنا لذلك، احنا موجودين في 27 محافظة كافة مستويات التنظيم الإداري. الحقيقة احنا عندنا 258 مكتب مرتبطين بشبكة جمعيات قاعدية بتتجاوز 24,000 جمعية قاعدية، موجود عندنا 5688 نقطة ارتكاز وتخزين سلع. وده يمكن يا فندم الانتشار الجغرافي لجمعيات التحالف القاعدية، احنا موجودين في 27 محافظة بتوزيع متوازن جدا، الحمد لله احنا موجودين حتى في الأماكن النائية والمحافظات الحدودية. الموارد البشرية كمان يا فندم اللي بتؤهل التحالف ان شاء الله للقيام بهذا الدور، احنا عندنا 18,600 موظف وعامل بيتقاضوا اجور من مؤسسات التحالف واغلبهم من حملة المؤهلات العليا. عندنا خلال 2022 وده برضو من الارقام الجديرة بتوقف 251,000 متطوع مشارك سواء تحت مظلة مؤسسات التحالف او مؤسسات وجمعيات قاعدية، وعندنا 76,000 متطوع منتظم، وعندنا 14,000 من قادة التطوع وهم شباب بيقدروا يحشدوا شباب يعني تحت مظلتهم للتطوع. الحقيقة يا فندم المتطوعين اللي شاركوا خلال 2022 251,000 متطوع هم قدموا لنا أغلى ما يملكوا وهو الوقت، وإحنا لما حصرنا عدد إجمالي الساعات التطوعية اللي هم قدموها لقيناها 39 مليون ساعة تطوع، يمكن ده وفر علينا إنفاق حوالي ما يقارب 56 مليون جنيه مصري، لأن الخدمات اللي قدموها يمكن لو كنا عملناها عن طريق شركات متخصصة كانت هتكلفنا فلوس أكتر من كده. الحقيقة يا فندم احنا يمكن كمان بنتميز ان العباءة المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني هي عباءة مرنة وخاضعة يعني لأقصى درجات ومعايير الحوكمة عشان نقدر نستفيد بكل جنيه ويروح للمستحقين والمستفيدين، وبيتم مراجعة ده بشكل دوري منتظم. كمان يا فندم الحقيقة احنا وجود المنظومة الرقمية الموحدة للعمل الأهلي التنموي، والحقيقة احنا بس في شهر رمضان المبارك تفادينا تكرار إعطاء 213,000 منحة بسبب استخدام هذه المنظومة الرقمية. كان كمان تنسيق إعطاء الدعم الشهري مع وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المختلفة تفادينا تكرار بعض الأسر، وكمان بقينا نقدر نحصر مين المواطنين اللي بيحصلوا على دعم موسمي. ويمكن دي يا فندم بعض الصور من بعض الإحصائيات سواء الإجمالية أو الجمعيات أو المستفيدين أو تحليل البيانات عشان نقدر نبقى شايفين المواطنين بشكل أفضل. كمان بقى في خاصية داخل هذه المنظومة أنها منظومة تفاعلية، أي مؤسسة تقدر تضيف بيانات المستفيدين عندها عشان نقدر نشوف أو نرسم خريطة واضحة للعمل الاجتماعي في مصر ويتم قياس أثر ما نقوم به من جهود تنموية.
الحقيقة يا فندم كمان البرنامج الوطني لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني احنا ان شاء الله هنعمله وهنفذه بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. عندنا الحقيقة بنخطط خلال 2023-2024 نقوم بتدريب إجمالي عدد 1000 جمعية متوسطة عشان هم ينقلوا هذا التدريب إلى باقي الجمعيات القاعدية الموجودة في كل المحافظات، وده نابع من مسؤوليتنا تجاه هذه الجمعيات يا فندم. هي مش هينفع تظل مجرد أزرع تنفيذية بتقدم نشاط مرتبط بخطط الجمعيات الكبرى، لازم يكون عندهم خطط مستقلة وجهود تنموية مستقلة. الحقيقة يا فندم كمان احنا عايزين نطور من أدائهم لأنهم بيحتكوا في المواطن مع المواطن في أكثر الملفات المهمة، التعليم والصحة وخلافه. كمان يا فندم احنا ان شاء الله يعني بندعو حضرتك لمشاركتنا في يمكن اكبر حدث للحماية الاجتماعية باذن الله في شهر مارس القادم بمشاركة 50,000 متطوع، ويمكن احنا مهتمين جدا ان حضرتك تنورنا في هذا الحدث الهام لتعبئة 4 مليون كرتونة، وان شاء الله باليوم ده نكون بنكسر كل الارقام القياسية. واحنا بنشكر حضرتك مرة تانية يا فندم على الدعم المستمر للمجتمع المدني وكل العاملين به. الف شكر لحضرتك. لما الدنيا كلها عدى عليها السنين العجاف، مصر هي اللي قدرت تكون حصن الأمان، وخيرها خلى الدنيا تعدي من الأزمة. عشان كده فكرة الأمن الغذائي طول عمرها أولوية، وجودة الغذاء هي دايماً خطوتنا الأولى في ملف التنمية. وللتعرف أكتر على جهود التحالف الوطني في هذا الملف نستمع إلى الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معالي السادة النواب، السادة الوزراء، والسادة قادة منظمات العمل العام المصرية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن التحالف والقطاع بأكمله، أحب أكد لحضراتكم النهاردة ولكل المصريين أن القطاع المدني قطاع حي وقطاع قوي وقطاع مصمم على القيام بكل ما يلزم لتحقيق رسالته، وإحنا ما بنشتغلش لوحدنا. القطاع المدني المصري لما بيتحرك كل يوم وذات أعضاء التحالف، إحنا بنحرك معانا عشرات الألاف من الجمعيات القاعدية المنتشرة في كل مكان على أرض مصر، وملايين من المصريين الذين يزيد دعمهم للقطاع المدني بشكل ملحوظ وكريم عام تلو الآخر، وسواعد يمكن مئات الألاف من الموظفين والمتطوعين اللي بيسخروا حياتهم لإضفاء قيمة في حياة الناس في هذا القطاع. أنا سعيد وفخور أن أنا موجود النهاردة معاكم ومع زملائي بالتحالف، وسعيد وفخور أني أكون بصحبة مجموعة جميلة وكريمة من السادة المستحقين شركائنا اللي ربنا كرمنا بخدمتهم وخدمة البلد معاهم. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وكل سنة وكل حبايبنا المصريين بكل خير وصحة وسلام. سنة 22 كانت سنة فارقة في تاريخ القطاع المدني المصري. أنا فخور بفكرة التحالف، وفخور بالصداقات اللي أنا عملتها في التحالف، وفخور إن إحنا ربنا قدرنا إن إحنا نخدم مع بعض ونثبت إننا نقدر فعلاً نشتغل مع بعض كوحدة واحدة، قلب واحد وعقل واحد وإيد واحد لخدمة بلدنا. والسنة دي الحمد لله ربنا كرمنا بخدمة أكتر من 25 مليون مصري عبر أكتر من 3000 قرية مصرية في 27 محافظة في قضية الأمن الغذائي. وإحنا نفذنا ده بخطة منضبطة علمياً ومتسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً للهدف الثاني وهو هدف القضاء على الجوع. والخطة بتاعتنا مبنية على 3 محاور. المحور الأول هو محور تأمين الغذاء، وخدمنا فيه حوالي 24 مليون مواطن بأكثر من 60,000 طن من المواد الغذائية. المحور ده بيركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل للحماية الاجتماعية مثل أنظمة التموين، دعم الخبز والتحويلات النقدية، ونسعى فيه بشكل شبه حصري إلى خدمة الأسر الغير قادرة على العمل أو الذي يصعب عليهم العمل، مثال السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، كبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة كبيرة في العمل. وما يعنينا في هذا المحور مش مجرد إشباع للأسرة
لكن احنا بنحاول نقدم حصة غذائية متوازنة وآمنة وتستجيب لتفضيلات الطعام الفريدة لدى المصريين. غذاء يعني لو هتكلم يعني ببساطة شوية، يقدر يطمن الأم على أولادها ويقدر يديها مساحة في عقلها أنها تفكر أحسن في صحتها وفي تعليمها وفي صحة أولادها وتعليمهم. وثانياً محور الوقاية. محور الوقاية احنا خدمنا فيه أكثر من 37 ألف طفل عبر أكثر من 10 محافظات، وبنتدخل في المحور ده عبر ثلاث نقاط رئيسية للتدخل. النقطة الأولى، احنا بنتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، ودي نافذة التدخل، يعني اللي بيطلق عليها النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية. وبنحرص هنا ان الام يكون عندها الغذاء والوعي الكافي لمرحله دقيقه جدا من عمرها ومن عمر الجنين، مرحله يمكن بيتحدد فيها بشكل كبير مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته في المستقبل قبل حتى ما يجي الدنيا. وبعد كده بنكمل لمرحله الحضانات الاهليه التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، ووصولا الى التعليم الرسمي الابتدائي والاعدادي بوجبه غذائيه ساخنه يوميا معده خصيصا لكل فئه عمريه. الوجبة دي بتوفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، سواء من سعرات أو من مغذيات كلية وجزئية مصممة بدقة لتحسين مستويات النشاط البدني والتحصيل الدراسي وضمان إن شاء الله جيل صحيح بدنياً وذهنياً لبلدنا. والآن بعد إذن سيادتكم يا فندم، ننتقل إلى بث مباشر من أحد المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري، وهو مخصص لخدمة مدرسة ديمرداش للتعليم الأساسي بالشراكة مع وزارة التعليم التربية والتعليم، إلى جانب التغذية اليومية لأكثر من 800 طفل في الحضانات الأهلية لمنطقة الأسمرات بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. السلام عليكم يا محمود، تفضل. شكرا أستاذ محسن. صباح الخير سيادة الرئيس. أنا محمود صلاح، مدير المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري. المطبخ ده تحديدا بيخدم مدرسة ديمرداش وأكثر من 800 طفل في حضانات حي الأسمرات يوميا. بيشتغل فيه 14 طهية. احنا بنحرص على ان الوجبات تكون مناسبة لسن كل مجموعة من الاطفال ومناسبة لنشاطهم وتحصيلهم الدراسي. عشان كده وجباتنا بتتكون من العناصر الغذائية المهمة للاطفال. احنا بنراعي طبيعة الوجبة لكل فئة عمرية من حيث المكونات والجرامات، وده بيساعد الاطفال ان هم يحصلوا على الغذاء المتوازن لاحتياجاتهم العمرية اللي هي من سن 3 سنوات لحد 12 سنة سعادتك، يعني من الحضانات الى التعليم الاساسي. شكرا يا محمود، كتر خيرك. وثالثا محور التمكين سيادة الرئيس. وساعدنا فيه بالفعل اكثر من 71 ألف مزارعة ومزارع مصري عبر أكثر من 71 ألف فدان من أرض مصر الطيبة. المحور ده احنا بنقتبس فيه آلية من آليات القطاع الخاص التي تعتبر من الأعيرة الذهبية للمسؤولية المجتمعية، وهي آلية العمل الشمولي أو Inclusive Business. فهذه الآلية احنا بنحاول ان احنا ندمج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد للكيانات الخيرية، وده بيقدر يخلينا نديهم بديل كويس جدا عن المساعدات المباشرة. كمثال احنا في بنك الطعام قمنا يعني حطينا KPI يعني صارم للغاية، ان احنا على مدار 3 سنين هنكون حولنا اكتر من 80% من مشترياتنا مباشرة من صغار المزارعين والموردين. وده طبعا بيخلينا نقدر نضمن للناس سوق عادل وسوق مستقر وسوق متوقع، وفي نفس الوقت احنا بنقدر نشتري ارخص، فبنقدر ان احنا نخدم ناس اكتر لما نوفر بهذه الطريقه. واخيرا كما نركز على تكثيف حجم العمل، فاننا نطور ايضا من انظمه الرقابه الداخليه وتطوير كيفيه العمل. وفي معامل المجتمع المدني أطلقنا ميثاق شرف خدمة الإنسان ووثيقة حقوق المستحق المصاحبة له، ويعد هذا الميثاق بمثابة دستور للعمل بين بنك الطعام المصري والجمعيات الشريكة. واليوم نعمم هذا الميثاق عبر التحالف لنحدد بدقة كيف نعمل وليس فقط ماذا نفعل. ويقوم ميثاق شرف خدمة الإنسان على 5 ركائز أساسية. أولاً، أن يتم تحديد الفئات المستحقة حسب معايير علمية دقيقة دون أي تدخل لأي مشاعر أو معارف شخصية، فتكون البيانات المدققة هي المحدد الوحيد للاستحقاق.
وثانياً أن نكافح الوصم الاجتماعي لتظل الأولوية الأولى هي احترام كرامة الإنسان، فنعامل المستحقين تماماً كما نعامل أقاربنا وكما نحب أن نعامل. ثالثاً أن نلتزم بمعايير التنمية الاحترافية، وهي أولاً تقديم الخدمات والبرامج حصرياً وبقدر الإمكان استناداً على الأدلة العلمية، وثانياً ضمان للمستفيدين من الخدمة المجانية كافة الحقوق التي تكون لأي عميل لأي خدمة في أي قطاع، ورابعاً أن نتجرد من كافة أشكال التمييز قاصدين هدف واحد هو خدمة أي إنسان مستحق على أرض الوطن، وخامساً وأخيراً أن نلتزم في كل أعمالنا بالنهج التنموي القائم على ضمان حقوق الإنسان والذي ينص صراحة على أن المستفيدين هم أصحاب حقوق والعاملين بالقطاع هم مكلفين بواجبات لتلبية تلك الحقوق. وختاماً سيادة الرئيس، ماذا بعد؟ سنكثف العمل على كافة المحاور، وهدفنا أن نصل إلى 1.5 مليون مواطن بشكل شهري منتظم لضمان الحماية الاجتماعية، و 25 مليون مواطن بشكل موسمي هذا العام إن شاء الله. وهدفنا أيضاً أن نعمل على تحسين كفاءة الخدمات كما نعمل على حجم الخدمات، وسنطلق إن شاء الله العام الحالي من مختبر أبحاث بنك الطعام المصري نتائج أول دراسة بحثية منضبطة قمنا بها مع واحدة من أكثر الجهات مصداقية في العالم في مجال أبحاث الغذاء، لنحدد بالضبط فيها التكلفة المثلى بلا زيادة ولا نقصان التي توفر الأمن الغذائي للمستحقين. وسنعمل أيضاً على تطوير أكثر لرقمنة نظم الحوكمة، وتحديداً في مجالات الشفافية، إثبات الاستحقاق، وإثبات استلام الخدمات بدون التأثير تماماً على سرعة أو حجم تسليم الخدمات. وأخيراً احنا بنحلم يا رئيس ان احنا يكون لنا دور كبير في حلم يعني كبير قوي شخصي عندي وعند القطاع كله، ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي لبلدنا من القمح، وهنحاول ان شاء الله نسعى في الهدف ده على قد ما نقدر، وهو هدف كبير جدا. بس انا باكد لحضرتك يا رئيس ولكل المصريين ان انا على مدار حياتي في القطاع ده المجتمع المصري كل ما بيجي عليه اي نوع من انواع الضغط الخير اللي جواه بيزيد، سواء من الافراد او سواء من الشركات. وانا هقول هنا بكل صراحه شديده يعني الطبيعي حتى في اي ادبيات للقطاع الخاص في اي حاجه في الدنيا ان الموازنات المسؤوليه الاجتماعيه بيقولوا عليها موازنات متطايره، فهم اول حاجه لما بيتزنقوا بيقوموا قصينها، بس اللي بيحصل في البلد دي العكس تماما، ان كل ما بيحصل اي ضغط على الافراد او على القطاع الخاص الخير اللي جواهم بيزيد سنه ورا سنه، ودي حاجه فريده جدا في مصر. جزاكم الله خيرا جميعا. بكرر شكري واعتزازي لدعم سيادتكم المتصل ودعم كل إنسان على أرض مصر لقضايا المجتمع المدني. وأختم حديثي يعني إن كان الأقربون أولى بالمعروف، فجامعات مصر يا رئيس هتفضل دايماً هي الأقرب لكل إنسان على أرض مصر مهما كان بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنمية المجتمعات بتبدأ من تنمية الإنسان والاهتمام بصحته، ولا شك إن صحة الإنسان هي الاستثمار الأهم من أجل المستقبل. عشان كده ما نقدرش نقول إننا نفذنا عمل تنموي متكامل بدون وجود خطوات فارقة في ملف الصحة. استهدفت توفير الخدمات الإنسانية للمرضى من خلال جهود الدولة واللي تعززت بجهود التحالف الوطني، وهتقدمه الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبي للتحالف. فخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء الإمام الأكبر، السادة الوزراء، الحضور الكريم، أتقدم لسيادتكم بالتهنئة بالعام الجديد أعده الله علينا وعلى المصريين جميعا بالخير والطمأنينة. أشرف اليوم فخامة الرئيس بتقديم موجز عن إنجازات التحالف في المجال الصحة والجهود المبذولة لسد الفجوة في الخدمات الصحية المقدمة. هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الوطني على هدف واحد وهو الخدمة الصحية تحت مظلة التحالف. اهتم التحالف بقطاع الصحة وخصص له ما يزيد عن ثلث ميزانيته لدعم الخدمات الصحية في الدولة. في قاعدة عريضة موجودة في المجتمع المصري من المؤسسات اللي بتساهم في الخدمات الصحية تم التعاون معها في التحالف، وتم من خلالها ومن خلال أكثر من 3000 جمعية قاعدية والتواصل مع 310 معمل وصيدلية
وجود أكتر من 60 مستشفى متخصص ومعهد متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية في تقديم خدمة عريضة وصلت لخمسة مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 4.9 مليار جنيه. الحقيقة وفقاً للتوجيهات السياسية في الدولة وتوجيهات حضرتك، الاهتمام بالصحة كان على أولوياتنا، وإن المريض المحتاج بيلاقي اللي جنبه يمدله إيده، وإن إحنا دايماً بندور على تحسين مؤشرات الصحة. الفئات المستهدفة ما كانتش فيه فئة مستثناة، فالكل في دائرة اهتمامنا وبؤرتنا، بداء من المرأة والأطفال والكبار وذوي الهمم. اسمح لي سيادة الرئيس أقدم باختصار شديد حصاد 22 في مجال الصحة. من أهم الأنشطة اللي بيقدمها التحالف القوافل الطبية. قوافل الطبية نوعين، قوافل طبية علاجية وقوافل طبية توعوية. في العام الماضي قدرنا نعمل 3594 قافلة استهدفت حوالي 1,360,000 مواطن بتكلفة وصلت 350 مليون جنيه. الغرض من القوافل إن إحنا كنا بنوصل لجميع بقاع مصر وخاصة المحافظات الحدودية والأكثر احتياجاً، حلايب وشلاتين، سيدي البراني، النوبة. القوافل دي كانت بتبقى قوافل شاملة، بنعمل حسابنا إن الفريق يروح يقعد 3-4 أيام يشوف يناظر أكبر عدد من المرضى وبيقدم لهم العلاج اللازم. حضرتك لما كانت القوافل دي بتنزل القرى كان منظر عينين الناس وهم شايفين الناس رايحين لهم بيبقى فيها شيء من الامتنان والفرحة، وبيقولوا لنا انتوا حاسين بينا، انتوا جايين كل المسافة دي عشان تعالجونا. الحقيقة القوافل بتدي شيء من الطمأنينة وخاصة في الأماكن الحدودية. مش بنعتمد بس على ان احنا نقدم خدمة طبية في صورة قوافل شاملة او قوافل متخصصة، احيانا بيكون المريض مش هينتظر ميعاد القافلة، فبيتم التواصل باحد مؤسسات التحالف وبيتم نقل المريض للمستشفيات الحكومية او مستشفيات التعليم العالي الجامعي، وبتقدم الخدمة وبيرجع تاني، ودي بتسمى قوافل العلاج الجاد. في جانب توعوي هام جدا، بنستغل وجود القافلة وبنبدأ نعمل توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة وإن إزاي تحمي أولادها وأسرتها من الأمراض، لأن ما زالت ودايما هيظل الوقاية خير من العلاج. التوعية الصحية الحمد لله قدرنا نوصل ل 2.5 مليون مواطن، وقدرنا نوصل بفكرة التوعية والثقافة الصحية. الأنشطة بتتم في التحالف ومؤسساته عن طريق حوالي 60 مستشفى متخصصة، ومستشفيات القلب ومستشفيات الأورام والعلاج الكبد. قدرنا نقدم حوالي 1,930,000 خدمة بإجمالي 2.6 مليار جنيه. المراكز الصحية لها دور هام في تقديم الخدمة الصحية، لأن دي اللي موجودة على مدار اليوم ومنتشرة في ربوع مصر. عدد كبير من هذه المراكز الصحية تتبع مؤسسات التحالف، وحتى المراكز اللي ما كانتش تتبع مؤسسات التحالف فبيتم دعمها من التحالف عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات والأدوية. قدمنا كل ده ومش قادرين ننسى برضو أن يتم دعم المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، فتم تقديم دعم يصل إلى 110 مليون جنيه في صورة أدوية ومستلزمات ومستهلكات. في أنشطة أخرى، في تميز بيبقى دايماً لكل مؤسسة، ففي مؤسسات بتدعم العلاج المرضى، في مؤسسات بتكفل بعض الأسر اللي العائل فيها بيكون مريض ومش قادر، في بعض المؤسسات بتميل إنها تقدم الأجهزة التعويضية وأجهزة الأذن، أو إن إحنا زي ما أنشأنا شبكة ربطت البنوك الدم. كل دول عشان يتم اتساق التفاعل بينهم، ده التحالف ساعدهم جدا لأنهم دايما بيبقوا شايفين الخطط المستقبلية لبعض عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المحتاجين. مرضى الأورام ده ملف هام جدا بيحظى برعاية شديدة في التحالف ومؤسساته، وخلال الفترة السابقة تم تقديم 1,930,000 خدمة لحوالي 680,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 1,635,000,000 جنيه مصري. طبعاً دي مستشفيات الأورام اللي تتبع التحالف.
أمراض القلب وهو ملف هام جداً، وخاصة أمراض قلب الأطفال والكبار والتدخلات الجراحية والتشخيصية. تم العام الماضي خدمة تقريباً 87 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 875 مليون جنيه مصري. في دعم للقطاع بصورة غير مباشرة، مش لازم يعني جزء رايح للمريض، ولازم دايما نعي رفع قدرة الأدائية للستاف اللي شغالين في هذه المراكز والمستشفيات. فبيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية، والجديد الحقيقة برضو في مؤسسات التحالف إنهم بقى على وعي بدور البحث العلمي في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة. ده كان اختصار للإنجازات، ولكن سقف طموحنا إن شاء الله في 2023 عشان نفرح ربنا كبير إن إحنا نقدر نغطي 6 مليون مواطن ونقدم دعم للشركات الجامعية والحكومية 600 مليون جنيه، ويبقى دور فعال للتحالف في تقديم الخدمة الصحية لمشروع أسرة صغيرة. اسمح لي يا فندم، كان نفسنا النهاردة ننقل كذا نشاط من الأنشطة في مصر، ولكن لضيق الوقت هننقل قافلة من الفيوم. تفضل يا أحمد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم بألف خير. أنا أحمد مرسي، مدير قطاع الدعم الاجتماعي بمؤسسة راعي مصر للتنمية. أنا اتشرفت يا فندم بوجودي النهاردة مع حضرتك من محافظة الفيوم، تحديدا من قرية الحدقة. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية شملت التخصصات نساء، جلدية، عظام، بطنة، أطفال، رمض، وبننفذ كمان مبادرة أطفال أصحاء للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال. النهارده يا فندم احنا بننفذ القافله شملت الخدمات كشف، ادويه، تحاليل، اشعه، تحويل عمليات، وتوفير نظارات. احنا النهارده يا فندم بنقدم القافله تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هو كان كلمه السر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في 2022. ان شاء الله باذن الله مع بدايه 2023 هنكمل اللي احنا بداناه، وهنعمل خطه تنفيذيه تحت مظله التحالف الوطني تستهدف اهالينا في كل محافظه من محافظات الجمهوريه، ونقدر نفرحهم ان شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا جزيلا يا احمد، شكرا جزيلا فخامه الرئيس، ويا رب ينعم على المصريين جميعا بحياه صحيه سليمه وامنه. شكرا. قدرة الإنسان على الإنتاج هي الضمانة الوحيدة لاستدامة العمل التنموي. ده اختصار بسيط لرؤية التحالف اللي شافت إن المساعدة الحقيقية إنك تتعلم إزاي تساعد نفسك وأسرتك ومجتمعك، وإن تحسين جودة حياة المواطن بتبدأ من المواطن نفسه ومن استغلاله لقدراته. والرؤية دي انعكست على أرض الواقع وحققت إنجازات صنعت الفرق في حياة آلاف الأسر، وده هنعرفه أكتر مع أستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، السادة الوزراء وجميع السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا رئيس هعرض على حضرتك ملف مهم جدا ومحور مهم جدا بيشتغل عليه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو محور التمكين الاقتصادي. الهدف من التمكين الاقتصادي هو نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وتوفير حياة كريمة تليق بمن يستهدفهم التحالف الوطني من الفئات الأكثر احتياجاً، وكان لابد من إحداث أثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل بما يضمن لهم عوائد تنقلهم إلى مرحلة التمكين. فالتنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بالتحرك نحو التمكين الاقتصادي، لأنه ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة والفقر والدخل وجودة الحياة، وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد المصري، ويضمن تنوعه ومرونته في مواجهة الأزمات. وتماشياً مع جهود الدولة المصرية لتوطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال أعضائه إلى إحداث التمكين الاقتصادي في كافة محافظات مصر، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً، رصد احتياجات كل محافظة
الميزة التنافسية التي تتيح لأعضاء التحالف الوطني دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل لتعظيم الفرص المتاحة. المحاور الأساسية للتمكين الاقتصادي هي 5 محاور. أولاً، التمويل ويتم من خلال الدعم اللازم للمشروعات المستهدفة. ثانياً، التدريب ويتم من خلاله تدريب الفئات المستهدفة لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم. ثالثاً، التشغيل ويتم بتنفيذ المشروعات ومتابعتها المستديمة وحل مشاكلها ثم الإنتاج مما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة. ومن النتائج يا فندم اللي تحققت على أرض الواقع في ملف المشروعات الصغيرة عام 22، نفذنا على أرض الواقع 39,500 مشروع بتكلفة إجمالية 1,185,000,000 جنيه. عندنا يا فندم تنوع في المشروعات اللي بنقدمها للمستفيدين، وعلى سبيل المثال مشروع كشك البضاعة اللي بنسلمه لإخواننا من ذوي الهمم والفئات التي ليس لديها حرفة معينة. تم يا فندم خلال 22 تسليم عدد 570 مشروع كشك بضاعة بتكلفة إجمالية 14,250,000 جنيه. وأهم ما يميز هذا المشروع أنه يوفر على الأقل فرصتين عمل، وتكلفة تنفيذه أقل بكثير من إيجار المحلات، وكذلك يسهل تواجده في مناطق مختلفة نظراً لصغر حجمه. طبعاً ده يا فندم بيتم تسليمه للمستفيد شامل البضاعة بعد أخذ جميع التراخيص اللازمة من مراكز المدن أو الأحياء وموافقة السادة المحافظين على تنفيذ هذا المشروع في أماكن بعينها. ويوجد أيضا مشاريع أخرى في نفس السياق زي مشروع البقالة والمكتبة ومحلات بيع الملابس، ورشة نجارة، ورشة حدادة، ورشة خياطة. عندنا كمان يا فندم مشروع رأس الماشية، مشروع تربية الدواجن، مشروع مراكب الرزق، مشروع تجفيف الطماطم واستدامة الحرف اليدوية. وصلنا لتقريبا 38,000 مشروع، 930 مشاريع صغيرة منتجة بتكلفة تقريبا 775,000,000 جنيه. ملف الثاني يا فندم وملف مهم جدا في محور التمكين الاقتصادي وهو التدريب. يعتبر التدريب هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى التمكين، ولذلك تم تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية المختلفة للفئات المستهدفة من الكبار والشباب رجال ونساء من أصحاب المشروعات لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم ولتبادل الخبرات. وقد تم تمويل هذه الفعاليات التدريبية سواء كانت حرفية أو إدارية أو للتأهيل لسوق العمل بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4,000,000 جنيه. كذلك تم يا فندم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية والمصرفية، وكذلك تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول إلى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ضمن أعمال مشروعاتهم، وتم ذلك في عدد من المحافظات هي الشرقية والأليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط والأقصر. واستمراراً لمسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة المصرية، فإننا نستهدف إن شاء الله يا فندم في عام 23 إننا نسلم وننفذ 55,000 مشروع صغير بتكلفة مالية تقريباً 1,650,000,000 جنيه. وطبعا يا فندم طبقا لتوصية حضرتك في شهر يونيو الماضي بالتوسع في السلالات المحسنة من الثروة الحيوانية سواء تسليمها لصغار المربين أو تربيتها داخل مزارع، احنا إن شاء الله يا فندم عندنا النموذجين إن شاء الله نفذناهم، وبنوعد حضرتك إن شاء الله خلال 23 إننا نوصل ل 100,000 راس محسنة إن شاء الله إن شاء الله. ومعنا دلوقتي بث مباشر من أحد مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لأحد أعضاء التحالف الوطني، فندم هيعرض لحضرتك. تفضل يا فندم، تفضل عرف نفسك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أنا دكتور رضا سكر الرئيس التنفيذي لمزارع وفرة المملوكة لإحدى مؤسسات التحالف الوطني. إحنا يا فندم عندنا في المزرعة 1,500 راس أنقص، ودي سلالة من أحسن سلالات تحويل اللحم في العالم. وعندنا في المزرعة 2,000 رأس حلاب هولشتاين، ودي أعلى سلالة في العالم لإنتاج الألبان. وعندنا سيمنتال اللي هي بتشتغل ثنائي الغرض، بتنتج لحمة وبتنتج لبن في نفس الوقت. ده يا فندم يعتبر أول نموذج لاستكمال تنفيذ تكليف حضرتك بإحلال السلالات،
وبإذن الله في 2023 التحالف الوطني بصدد استكمال تنفيذ مشروع 100,000 رأس حلاب لصغار المربيين. وبنطمن سيادتك بأن التحالف بيعد مشروع متكامل زراعي إنتاج حيواني صناعي لتنفيذ المبادرة وزراعة الأعلاف واستيراد السلالات الأجنبية وتحسين السلالات المصرية وتطوير مراكز التجميع ومصانع الألبان. وبتعاون مثلث التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هننفذ المبادرة في أقل فترة زمنية إن شاء الله. وشكرا لسيادتك. شكرا دكتور رضا. هستأذنك يا فندم، معانا نماذج من المستفيدين استفادوا من مشروعات صغيرة، يتفضلوا بس معانا يعرضوا على حضرتك نماذج المشروعات اللي استلموها من أعضاء التحالف. أنا رضا رجب حسن من قرية بنجاس محافظة بنسويف. مشروعنا عايشين بخير، من خلال المشروع عاملين صندوق الدخار في 20 ست، جمعت منه 10 ستات وعملت مجموعة، خدنا منه قرض وأجرنا فدان أرض، زرعناه بطاطس وقفنا مع بعضينا في كل احتياجات والتزامات لحد ما الزرع جاء الحصاد، عرضناه على التاجر قال هاخده ب3200، خدناه احنا وديناه المصنع بعناه ب4800. لفت السنة وسعنا المشروع، احنا العشرة خدنا فدانين ونص وعملنا تحتينا 6 مجاميع، 45 ست وبيشتغلوا بايديهم زين، ورحنا تعاقدنا وجبنا لهم التجاوي، واحنا الفدانين ونص هنزرعهم فول قمح وفول مدار السنة. وتعلمنا حاجات حلوة من المدرسة اللي كنا بنحضرها، نوفر في اللمية ونوفر في السماد ونوفر في التكلفة. وشكرا. تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سياده الرئيس. انا بعرف نفسي، انا دليل الحسيني من محافظه الجيزه مركز البدرشين. انا جايه بحكي حكايتي للعالم كله، واتمنى ان الناس تستفاد منه زي ما انا استفدت منه. التحالف الوطني وفر لي فرصه عمل، لان انا كان صعب لي اي شغل بسبب ظروف ولادي. وفر لي فرصه عمل، جاب لي انوال ودربني عليها، وفتره التدريب كان بيديني كمان اجر يومي. بعد ما اتدربنا جابوا لنا الانوال، سلمونا 10 ستات انوال في بيوتنا الدفعه الاولى، وجابوا لنا الخيوط على حسابهم، وكمان وفروا لنا فرصه العمل، فرصه التسويق. بقوا ياخدوا مننا الشغل وبيسوقوه بمعرفتهم وبيعرضوه في معارض كبيره، وانا بقيت فرحانه بالشغل ده قوي. وكمان بدرب جوزي معايا وبدرب ولادي، واتمنى زي ما انا استفدت من الموضوع ده الناس كلها تستفاد منه. وشكرا يا ريس. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الخير يا ريس، كل سنه وانت طيب. أنا سمير محمد زغلول من صملنود الغربية. أنا استلمت كشك وربنا يوفقني وأقدر أشتغل فيه وكافح وأنجح، ويا رب مصر تكون سمعاني وتنجح زينا. وكل سنة وأنت طيب يا رئيس. صباح الخير كابتن ريا. أنا كمل محمد البدوي من الدقهلية مركز شربين قرية بنطاق كرم الدين. أنا استلمت مركب بعدته بشبكه بحاله، والحمد لله والشكر لك يا رب، ربنا يرزقني منه ويرضيني منه، وبعرف إن أنا أوفر منه وأربي عيالي، والحمد لله رضا يا رب من عندك، والشكر لك يا رب. ألف شكر سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حنان محمود إبراهيم من ببة، محافظة بني سويف أرملة، وعندي 5 أولاد. مشروعي كشك بجالة بدأ صغير جدا، والحمد لله دلوقتي كبر ومصدر رزق لأولادي، وأنا مبسوطة بيه جدا، والحمد لله والشكر لله. شكر لك يا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمان أحمد عبد العال من محافظة الفيوم مركز إقصى. معايا 4 أولاد، وجامعة الأورمان عملت لي مشروع بقرة كانت عشر، استلمتها في شهر 8، وولدت عندي في شهر 11، والحمد لله دلوقتي فتحت بيتي منها، والإنتاج بتاعها 25 كيلو في اليوم، بس طبعا مش ليا لوحدي، نص للمولود بتاعها والنص ليا. والحمد لله أنا عايزة أكبر المشروع ويبقى عندي بدل الرأس 2 و3. وشكرا. طب خليكم استنوا بس، استنوا رايحين فين؟ ده أنا لازم أشكركم ولازم أحييكم.
ربنا يا رب يوفقكم وانا سعيد. وحتى يعني طبعا انتوا نماذج من عدد كبير جدا من المصريات والمصريين اللي شغالين في الاطار اللي هم المستفيدين من في مبادره التمكين الاقتصادي اللي بيتكلموا عنها. لكن انا بشكركم عشان النجاح اللي انتوا حققتوه، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا ويشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. فانا بوجه لكم الشكر كلكم، واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز انسى ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، انا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. وده دور احنا محتاجينه، احنا محتاجين هذا الدور. النهارده لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل، بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وانا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى، بالعكس، واحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. احنا بنتكلم في اكتر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، لكن انا بتكلم تحديدا النهاردة على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الاخرى تنضم، لان الدور المجمع المحشود او المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقه اللي اتعرضت، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعه الاجتماعيه اللي بتتم. لا طبعا الجهد المتنسق ده او اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنه دي. وبالمناسبه لازم كمان نشكر كل المساهمين طبعا، كل المساهمين من فضلكم سواء كانوا من مصر او من خارج مصر، نوجه لهم التحية ونشكرهم على دعمهم، لأن الكلام ده بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده الثقة وجواه الخير، اللي عايز القدرة اللي عنده والمساعدة اللي عنده تصل إلى الناس. فإحنا وبالأرقام اللي اتقالت سواء 10 مليار أو كده، دي عبارة عن أموال متبرعين، مش كده ولا أنا؟ مظبوط يا فندم. فبشكركم وربنا سبحانه وتعالى يعني وجه لكم الخير على اللي أنتم بتقدموه، ومحتاجين زيادة. إحنا كنا قلنا 2022 هو عام تمام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة، وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات، يمكن تكون محتاجة مننا إن إحنا نبذل جهد أكتر من 2022. لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة أوي أوي، وليها تداعيات على العالم كله، وأنا اتكلمت في الموضوع ده، لكن مش يعني هتكلم فيه تاني. إن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22، أنا متصور إنه محتاج يتضاعف هذا الجهد خلال 23. أنتوا قلتوا في 14 مليار هتقدموهم، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتقدموهم، أنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو حتى من صندوق زي صندوق تحيا مصر وبقية الصناديق نكمل الرقم ده أكتر من كده. مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا، وعشان كمان الحكومة تبذل جهد معانا في إن إحنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكم عليه. وأنا يعني أنا على اتصال بيكم، بكلم كتير من الكيانات ديت وبدردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين، زي ما حضرتك كده الجمعية اللي بتعملوها بتاعت إن أنتوا تعملوا جمعية وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده. يعني متابع وشايف انها افكار السيده رضا يعني وكل اللي موجودين، عشان بس سبت حد، افكار جميله جدا جدا وبتتناسب مع ظروف المجتمع ان هم يتحركوا ويعملوا ياخدوا فدان ثم فدانين ثم ثلاثه. بس احنا لما نجد حد زي الحاجه رضا كده
نخليها بقى مش فدان ولا اتنين، دي تمسك مزرعة لوحدها، مش كده ولا ايه؟ مش هم لما جابوا لك قالوا لك هناخد البطاطس، مش بطاطس برضه تقصدي؟ لما قالوا البطاطس ب 3000 جنيه مشيت لحته ثانيه وراحت خدت ربنا يا رب يوفقك. وانت طبعا ستات في مصر يعني ستات جدعات يعني، ف ان شاء الله فبهنيكم مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين، واحنا في 23 مزيد من الجهد، مزيد من الجهد الأهل، لأن احنا الظروف صعبة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة. وده مش معناه إن الحكومة والدولة مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع. لكن عايز أقول إن الظرف صعب جدا. وأنا شايف حتى الناس لما بتتكلم يعني مش بيخوفوا بعض. يعني كلام مش متنظم، كلام مش مترتب. وكلام حتى بتاع ناس ما تعرفش حاجة. وانا بتكلم كده بصراحه عشان ليكم انتوا مصريين يا جماعه، اسمعوا مننا، لان احنا مش احنا اصدق من غيرنا، لا احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا. البيانات والارقام وحتى الحلول بتبقى مطروحه من الدوله، وبالتالي اي اجتهاد من الاخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس يمكن يكون يعمل بلبلة ويزعج الناس أكتر ما الظروف عاملة. يعني الظروف اللي موجودة في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس، فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا الناس أكتر، طب النتيجة ايه؟ لو أنا النهاردة خوفتكم يعني النتيجة ايه؟ ده لمصلحتنا؟ لا. هو احنا ما نقدرش كدولة وكشعب نصمد قدام اي تحدي ولا ايه؟ الكلام ده انا قلته قبل كده في الكاتدرائيه، يعني لو مصر ظروفها صعبه هنتخلى عنها؟ انا بكلمكم كلكم، مش اللي هنا، لا، اللي بيسمعوني في كل حته في مصر، لو ظروف مصر صعبه اهل مصر هيتخلوا عنها؟ هو احنا دخلنا حروب ضيعنا فيها اموال مصر؟ هو احنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ لا لا يا جماعة، ده الظروف صعبة جدا على الدنيا كلها، ودي أزمة مش بتاعتنا، الحرب دي مش بتاعتنا، والموقف اللي حصل ده خلال أزمة كورونا السنتين ولا حتى الأزمة الروسية مصر ما عملتوش، إنما مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم ما بتدفع. فإحنا عايزين نبقى حول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنسهوش، بطلوا هري بقى. شكرا شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضلي. والآن نستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة، نستكمل بعدها فعاليات المؤتمر. اتعلمنا ان ايد لوحدها مش كفاية، وان اتحادنا دايماً قوة. كل مرة اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا أسرة واحدة، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم
بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيأدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح. فلذلك أنا يعني متحمسة جداً للمشروع، متحمسة جداً لأن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا أنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات المجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر، والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له مش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عنده ميه بيضة على العين، قلنا على الخير والتحالف، خبط علينا قالوا تعكشوا، خدنا العلاج اسبوع وجو قالوا لنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضة وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرضت نفسي عليهم، جابوا لي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائيه وصلت لملايين من الاسر في مختلف محافظات الجمهوريه. نتيجه العمل على ارض الواقع ولقاء التنفيذيين القاعده توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفت موضوع القوافل اللي قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت تدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف ولا في سباكه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه، وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء اكتر من سنه او سنتين واحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر اشتغل ولا اقدر اوكل اولادي ولا كده. عندهم خبر اني انا راجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعيه اورمان ساعدتني في توصيله وصله المياه. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجه بصراحه يعني، وما اعتنيش هم اي حاجه، واستلمت منهم البيت على هذا الوضع. قدرت تطلعني من اللي انا كنت فيه وبقيت انا في المكان دي دلوقتي، انا ذات نفسي مش مصدقه خالص. انا بالصدفه كنت قاعده بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم ان انا مطلقه وعندي ولدين والبيت بتاعي ما فيهوش سقف وعايزه سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس احبكوا لي خشب حتى. فبالفعل بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحه ما كنتش مصدقه خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محاره وكهرباء وسباكه وسيراميك ونقاشه وحاجات انا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها اصلا. لما جم فتحوا الورشه دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. انا ما كانش فيه مصدر رزق الاول خالص، فبصراحه لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويس. عرفت التحالف ان هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معاهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم قلت لهم انا تعبان ما بقدرش اشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. انا كانت مشكلتي ان الحياه كانت صعبه شويه وجوزي كان ساب الشغل،
ورجع اشتغل شغلانة يعني بسيطة ومرتبه يعني بسيط. فأنا جيت هنا المؤسسة اتعلمت الخياطة واشتغلت بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية لستمائة ألف أسرة. وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز. وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. قدنا البطاطين والحفا وكلام ده كله في رمضان، الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم. من ضمن القوافل وزعنا حلاوة المولد. الناس الحقيقة بسطت شنط المدارس. الناس يعني سعيدة انك تلاقي في الآخر حد حس بيك بولادك وبان احنا بلد كلنا بنحب بعض. ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني. والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة. جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين. وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة. نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة. مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الآخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رأيي ده مشروع رائع ان شاء الله هيجيب نتائج كويسة جدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا المستمرة لفعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعقد تحت عنوان نتحد في خدمة الإنسان. وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن كيانات التحالف الوطني تقوم بجهد كبير على كل المستويات، وأضاف أن الأزمة الاقتصادية كبيرة ولها تأثير على العالم كله، ووجه الشكر لكل من يعمل في العمل الأهلي التنموي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجهد المنسق الذي يقوم به التحالف واضح جدا خلال حصاد هذا العام. وأكد الرئيس السيسي أن أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية أثرت على العالم كله. جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين. ومن أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية. جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين، ولعل واحدة من أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة كانت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدأت خطواته التنفيذية في فبراير من عام 2022، وتم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي، وتم توقيع وثيقة التحالف من قبل
23 جمعية ومؤسسة، إضافة إلى اتحاد الجمعيات. وفي 13 من مارس من عام 2022 انطلق التحالف الذي يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي. التحالف يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية. التحالف الهام أسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه، وفي وقت لاحق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامنا مع كون عام 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى النشاط التشغيلي. التحالف أطلق أولى مبادراته وصل الخير في رمضان بتكلفة ملياري جنيه، حيث استطاعت المبادرة تقديم مساعدات إلى 8 ملايين أسرة مصرية مستفيدة. كما أطلق مبادرة وصل الخير 2، وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما عن غيرها. هي إذن خطوات مؤثرة وجهود كبيرة تبذلها الدولة في محاولة لتقديم المساعدة لكافة المواطنين المحتاجين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، لعلك تابعت معنا الجزء الأول من المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. للمرة الأولى نجد اندماج الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي والتطوعي تحت كيان واحد يسمى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كيف ترى الفكرة وكيف ترى الإنجازات التي تمت خلال 2022 العام الأول لهذا التحالف؟ هو في البداية طبعا هذا التحالف طبعا ده شيء عظيم جدا وشيء مهم جدا في هذا التوقيت، وطبعا ضموا لكل التحالفات القوى أو الجمعيات الأهلية اللي موجودة في كل ده، طبعا دليل على قدرته على الوصول للمواطن وتقديم خدمات مثالية للمواطن المصري، وهو ده اللي احنا شفناه خلال العام الماضي، والعمل بكل قوة من أجل الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجا والوصول إلى المناطق الأكثر تضررا والأكثر احتياجا أيضا، وتقديم لهم الخدمات، خدمات على كافة المستويات، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، وتقديم مساعدات عينية، والعمل على تدريب المواطنين لخلق فرص عمل لهم في مجالات مختلفة عديدة. كل ده كان خلال العام الماضي قدر أيضا أنه هو يصل إلى المواطنين في شهر رمضان المبارك، وتقديم أيضا الوجبات ليهم. كل ده بيؤثر بشكل كبير على الحياة داخل الدولة المصرية ورفع المعاناة عن كل المواطنين، وأيضا التكامل بين المجتمع المدني والحكومة المصرية في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منسق وشكل تنظيمي أيضا كبير بين الحكومة وبين التحالف الوطني وبين منظمات المجتمع المختلف. المحاور الثلاثة التي يعمل عليها أو من خلالها هذا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي. في رأيك وللوصول إلى خدمة أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وفي المحافظات الحدودية على وجه التحديد، ما هو المطلوب لتحقيق الرؤية الأشمل في 2023 لهذا التحالف في إطار التعاون والتنسيق ما بين التحالف والوزارات والجهات المعنية؟ هو بالطبع المرحلة المقبلة زي ما قال سيادة الرئيس أن يجب أن يكون التحالف خلال عام 23 بشكل يعني أقوى
من 22 نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم من الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت بشكل كبير على العالم ككل. فيجب ان يكون هناك تنسيق كبير ويبقى في دعم اكبر ايضا للدول والتنسيق بين الحكومه والوزارات المعنيه من تضامن اجتماعي ووزارة الصحة وخلافه من أجل أيضا المساهمة لرفع المعاناة على المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات الممكنة للوصول إليهم. كل ده مطلوب خلال الفترة الحالية. كيف نظرت إلى مسألة أو فيما يقال في المثل الشهير لا تعطيني سمكة وعلمني الصيد، والتي يعني ربما رأيناها في الفيلم التسجيل الذي عرض أثناء الجزء الأول من هذا المؤتمر، مسألة مساعدة المحتاجين للعمل في إنشاء مشاريع صغيرة، والأرقام تتحدث في هذه الفترة الوجيزة حوالي 9 أشهر تم فيها القيام بالعديد من المشروعات الصغيرة للأسر. هو ده طبعا ده شيء من اهم الاشياء اللي بينفذه التحالف، اللي هو التدريب على مهارات للعمل المتخصص في مجالات عديدة جدا، وثم بعد ذلك العمل على الدخول في سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين. ده من اهم الاشياء، ان هو لا يعني المواطن يمتلك المهنة، يمتلك فرصة عمل بدلا من أن تصل إليه المعونة بشكل كبير. هو ده اللي احنا بنشوفه من خلال القوافل اللي التحالف أطلقها للتدريب على مهن مختلفة تحتاجها القرى المصرية وتحتاجها الأماكن اللي بيقطنوا فيها، ودي هتوفر أيضا فرص عمل من خلال التدريب الجيد. طبعا ده من أهم الأشياء اللي تمت في التحالف في العام الماضي. يعني محور مهم جدا أستاذ جميل في هذا التحالف أو هذه الفكرة عموما هي ثقافة التطوع. أكثر من 250 ألف متطوع في هذا التحالف يعمل من أجل خدمة أهالينا في القرى والأماكن الأكثر احتياجا على كافة المستويات. ثقافة التطوع في ظل أيضا الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم. هو طبعا ده هو ده الشعب المصري، وهو ده الشباب المصري اللي هو العمل الخيري اللي موجود داخل المواطن المصري بشكل كبير. ان وقت الازمات او وقت العمل او وقت الاحتياج اليه المواطن المصري بيكون موجود وبيقدم خدماته بشكل تطوعي. هو ده اللي احنا شايفينه في كافه المحافظات، اكثر من 250 حضرتك بتقول ألف واحد متواجدين متطوعين بيعملوا على إيصال المعونات للمواطنين، على العمل على تدريب أيضا المواطنين. كل دي ده نتاج من المجتمع المصري، أو هو ده البذرة اللي موجودة داخل الشعب المصري ككل، إنه بيقدم الخدمات وبيسعى إلى تقديم الخير دائما. ده شيء عظيم جدا، وفي ظل الوقت الحالي في ظل الأزمات اللي احنا موجودين فيها، لكن هناك شباب بيتطوع بشكل كبير لتقديم الخدمات، ومش في التحالف فقط لكن في كل المبادرات اللي داخل الدولة المصرية هتجد شباب بيتطوع من أجل تقديم المساهمات ومن أجل إيصال المعونات إلى المناطق الأكثر احتياجا. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والآن مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول. أنا لازم أشكركم ولازم أحييكم. ربنا يا رب يوفقكم، وأنا سعيد. وحتى يعني طبعا أنتوا نماذج من عدد كبير جدا من المصريات والمصريين اللي شغالين في الإطار اللي هم المستفيدين من في مبادرة التمكين الاقتصادي اللي بيتكلموا عنها. لكن أنا بشكركم عشان النجاح اللي انتوا حققتوه، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا وبيشوفوا قد ايه الأمل ممكن يتحقق ويبقى حاجة تفرحنا كلنا وتسعدنا. فأنا بوجه لكم الشكر كلكم، وأتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز انسى ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا،
أنا كل الكائنات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين، وده دور إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين هذا الدور. النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى، بالعكس وإحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. إحنا بنتكلم في أكتر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، لكن أنا بتكلم تحديدا النهاردة على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الأخرى تنضم، لأن الدور المجمع المحشود أو المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي أو على المستويات الأخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم. لا طبعا الجهد المتنسق ده أو اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنة دي. وبالمناسبة لازم كمان نشكر كل المساهمين طبعاً. كل المساهمين من فضلكم سواء كانوا في مصر أو خارج مصر، نوجه لهم التحية ونشكرهم على دعمهم، لأن الكلام ده بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده الثقة وجواه الخير، اللي عايز القدرة اللي عنده والمساعدة اللي عنده تصل إلى الناس. فإحنا وبالأرقام اللي اتقالت سواء 10 مليار أو كده، دي عبارة عن أموال المتبرعين، مش كده ولا أنا؟ مظبوط يا فندم. فبشكركم وربنا سبحانه وتعالى يعني وجه لكم الخير على اللي أنتم بتقدموه، ومحتاجين زيادة. إحنا كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة، وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات، يمكن تكون محتاجة مننا إن إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي، وليها تداعيات على العالم كله، وأنا اتكلمت في الموضوع ده، لكن مش يعني هتكلم فيه تاني، إن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير. وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22، أنا متصور إنه محتاج يتضاعف هذا الجهد خلال 23. أنتوا قلتوا في 14 مليار هتقدموهم، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتقدموهم، أنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو حتى من صندوق زي صندوق تحيا مصر وبيت الصناديق نكمل الرقم ده أكتر من كده، مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا، وعشان كمان الحكومة تبذل جهد معانا في إن إحنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكوا عليه. وأنا يعني أنا على اتصال بيكم، بكلم كتير من الكيانات ديت وبدردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين، زي ما حضرتك كده الجمعيه اللي بتعملوها بتاعت ال ان انتوا تعملوا جمعيه وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده. ف يعني انا متابع وشايف انها افكار السيده رضا يعني وكل اللي موجودين، عشان ما بس سبت حد، افكار جميله جدا جدا وتتناسب مع ظروف المجتمع ان هم يتحركوا ويعملوا ياخدوا فدان ثم فدانين ثم ثلاثه. بس احنا لما نجد حد زي الحاجة رضا كده نخليها بقى مش فدان ولا اتنين، دي تمسك مزرعه لوحدها، مش كده ولا ايه؟ مش هم لما جابوا لك قالوا لك هناخد البطاطس، مش بطاطس برضه تقصدي؟ لما قالوا البطاطس ب 3000 جنيه مشيت لحته ثانيه وراحت خدت ربنا يا رب يوفقك. وانت طبعا ستات في مصر يعني ستات جدعات يعني، ف ان شاء الله فبهنيكم مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين، واحنا في 23 مزيد من الجهد، مزيد من الجهد الاهلي، لان احنا الظروف صعبه. وانا بتكلم بمنتهى الصراحه، وده مش معناه ان الحكومه والدوله مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع، لكن عايز اقول ان الظرف صعب جدا
أنا شايف حتى الناس لما بتتكلم يعني مش بيخوفوا بعض، يعني كلام مش متنظم، كلام مش مترتب، وكلام حتى بتاع ناس ما تعرفش حاجة. وأنا بتكلم كده بصراحة عشان ليكم أنتوا مصريين، يا جماعة اسمعوا مننا، لأن إحنا مش إحنا أصدق من غيرنا، لا، إحنا قد نكون مدركين لحجم التحدي أكتر من غيرنا. البيانات والأرقام وحتى الحلول بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس يمكن يكون يعمل بلبلة ويزعج الناس أكتر ما الظروف عاملة. يعني الظروف اللي موجودة في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس، فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا ناس أكتر، طب النتيجة ايه؟ لو انا النهاردة خوفتكم يعني النتيجة ايه؟ ده لمصلحتنا؟ لا، هو احنا ما نقدرش كدولة وكشعب نصمد قدام اي تحدي ولا ايه؟ الكلام ده انا قلته قبل كده في الكاتدرائية، يعني لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها؟ انا بكلمكم كلكم، مش اللي هنا، لا، اللي بيسمعوني في كل حتة في مصر، لو ظروف مصر صعبة أهل مصر هيتخلوا عنها؟ هو احنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر؟ هو احنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ لا لا يا جماعة، ده الظروف صعبة جدا على الدنيا كلها، ودي أزمة مش بتاعتنا، الحرب دي مش بتاعتنا، والموقف اللي حصل ده خلال أزمة كورونا السنتين ولا حتى الأزمة الروسية مصر ما عملتوش، إنما مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم ما بتدفع. فإحنا عايزين نبقى حول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنسهوش، بطلوا هري، بطلوا هري بقى. كل سنة طيب. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة. أستاذ محمد، بعد التحية لعلك تابعت معنا الجزء الأول من المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كيف تابعت الأرقام والإنجازات التي تمت خلال عام منذ إطلاق هذا التحالف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أنا يعني عمل وقام بدور تاريخي وعظيم، وطبعا ده ثمار عام الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام المجتمع المدني، يعني دي تعتبر أحد ثمار العام، وهو تكوين هذا الكيان الكبير العظيم الذي يقوم بدور إنساني. طبعا التحالف عمل مجهود كبير خلال هذا العام، وشفنا نماذج صغيرة أو قليلة من النماذج الكبيرة اللي عملها في مختلف المحافظات وفي مختلف النجوع والقرى، يعني قدر يوصل لكل المواطنين والأكثر احتياجا ولجميع الفئات في مختلف المحافظات. طبعا الإنجازات أو
المساعدات اللي قدمها بتشمل مختلف القطاعات، سواء في مجال الصحة أو في مجال السكن أو في مجال الدعم المادي أو بخلاف أو في مجال توفير فرص العمل في مختلف القطاعات. طبعا لو اتكلمنا بصفة عامة، احنا بنتكلم دلوقتي في تغييرات جذرية بتولد في عالمنا المعاصر، سواء في التحديات التي تواجه العالم أو في المؤسسات التي تخطط لمواجهة هذه التغييرات. طبعا كل ده بيفرض تحديات جديدة على الدول والمجتمعات مواجهتها والعمل على التخطيط لإدارة الأزمات. طبعا موضوع التنمية المستدامة ده موضوع حيوي وهام ومؤثر في حياة البشرية والإنسانية، وهي يعني تنمية مستدامة للموارد المادية أيضا وكذلك للعنصر البشري. طبعا الموضوع إنشاء ووجود كيان يجمع العمل الأهلي موضوع مهم جدا ولازم كان يكون موجود من زمان، لكن صاحب هذه الفكرة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فكرة إنسانية من الدرجة الأولى. نعم، 2023 سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أشار إلى ضرورة العمل بشكل أكثر وضرورة المساهمة أيضا بشكل أكبر في صندوق هذا التحالف للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، لأن الأزمة ربما تستمر أكثر من عام 2022. بالفعل لابد من مضاعفة الجهود، لأن احنا بنتكلم عن وجود أزمة بتعاني منها ليس مصر فقط لكن يعاني منها العالم أجمع، وهي يمكن أزمة الأولى من نوعها في على مستوى التاريخ، ومصر ليست سببا أو طرفا فيها، لكن مصر أحد الدول أو أحدى دول العالم التي تدفع الثمن. وعايز أقول لحضرتك يمكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي ووجودها، وأيضا إنجازات يوميا نرى مشروعات وافتتاحات في مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل، مشاركة القطاع الخاص، كل ذلك يؤكد أن مصر حققت نجاحا كبيرا على مختلف القطاعات. وإحنا شفنا حجم الاستثمارات اللي للدولة ضاعفت حجم الاستثمارات رغم هذه الأزمة، ولولا وجود خطط وتخطيط مسبق لكان الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة، لكن نتفائل الخير، ولابد أن نأخذ الأمور والبيانات من الجهات الرسمية وعدم الانطياق وراء الشائعات. فالدولة نجحت في تكثيف منابع الإرهاب وضبط العديد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وتقديمهم للمحاكمات، ده طبعا أفقدهم القدرة على القيام بأي عمليات على الأرض، وعادت مصر واحة للأمن والاستقرار بفضل جهود قواتنا المسلحة والشرطة المدنية وتضحيات شهدائنا الأبرار. طبعا ده خلى جماعات أو أهل الشر يلجأوا لأسلوب رخيص وهو نشر الشائعات بهدف فقد الثقة ولكن والتشكيك في المردود الإيجابي للإنجازات غير المسبوقة التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، لكن كل تحركاتهم باءت بالفشل، لأن الشعب المصري أصبح على درجة كبيرة من الوعي ويدرك أن هذه مجرد محاولات يائسة من تنظيم إرهابي فقد القدرة على القيام بأي عمليات على الأرض، فلجأ إلى أسلوب التشكيك لهدم جدار الثقة بين الشعب والقيادة. لكن طبعا السيد الرئيس وجه رسالة طمأنة كعادته وبأن مصر قوية ومستقرة، ولكن يجب أن يعي المصريون أن الدولة وكافة مؤسساتها تقف خلف شعبها. أستاذ محمد، في سياق ذكرك للدولة وجهود الدولة والمشروعات التي تقوم بها الدولة ويفتتحها السيد الرئيس كل فترة، أيضا على الجانب الآخر المجتمع المدني، السيد الرئيس أيضا أكد أن المجتمع المدني له دور مهم لا يقل أهمية عن دور الحكومة ويساند الحكومة في تخفيف العبء على كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. مسألة التنسيق والتنظيم والتعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة وهي مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحكومة بجهتها المعنية المختلفة، لدينا وزارة التضامن، لدينا أيضا قاعدة بيانات يحصل عليها هذا التحالف للوصول إلى هذه المناطق، مسألة التعاون والتنسيق ما بين الجهات المختلفة كيف تراه؟ أرى أن هناك تناغم وتنسيق كبير بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، فهم يعتبروا مثلث التنمية،
يعني يعد المجتمع المدني أو يضم مجموعة من التنظيمات أو المؤسسات التطوعية المستقلة ذاتيا غير الربحية، والتي تمارس عملا محددا ينطلق من قواعد فكرية محددة وفق رؤية محددة، وطبعا ده مرتبط بتحقيق منافع ومصالح للمجتمع ككل وليست مصالح شخصية. طبعا كل ده بيصب في هدف واحد وصالح واحد، وهو تحقيق التنمية المستدامة. طيب أيضا العمل التطوعي، يعني هذا أخذنا إلى فكرة التطوع، الشباب المتطوع، يعني في بعض القوافل والمبادرات التي قام بها التحالف مثل مبادرة ساتر وعافية شارك فيها الأطفال والكبار والشباب. مسألة التطوع أستاذ محمد، ثقافة التطوع كيف يمكن زرعها في الأجيال الناشئة؟ يعني في رأيي أن يتم زرع هذه الثقافة الجميلة من خلال التشجيع وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، ويمكن أكبر دعم بيحظى به هؤلاء من خلال بيوصل لأعلى مستوى في الدولة ورأس الدولة من القيادة السياسية. شفنا حضرتك في الافتتاح المشروعات في مختلف المحافظات، يمكن آخرها كان محافظة سوهاج، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء أبنائه المتطوعين في قبل بداية الافتتاحات. أول حاجة لو حضرتك لاحظت أن السيد الرئيس كانت لفتة جميلة ولفتة يعني تحسب لسيادته، أنه حرص على لقاء المتطوعين وتشجيعهم والاستماع إليهم وحثهم على الاستمرار في هذا العمل الإنساني الجميل، وأيضا أكد وأقدم لهم كل الدعم، وأنهم لازم يكملوا هذه المسيرة لأنهم هم طبعا المستقبل. نعم أستاذ محمد، حضرتك صحفي وتتابع هذا المؤتمر، ويعتبر مؤتمر حصاد لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال 9 أشهر، لا نستطيع أن نقول عاما بالكامل لأنه تم تدشينه في 13 مارس 2022. بداية، إذا وضعت منشطا صحفيا غدا عن هذا المؤتمر ماذا تقول؟ وأيضا دور الصحافة في نقل مثل هذه الفعاليات أو مثل هذه الأعمال التطوعية التي يقوم بها التحالف، المواطن في الإسكندرية كيف يعلم ما يدور في أسيوط؟ رئيس الجمهورية. إدراكاً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن العمل التنموي غير منفصل عن تحديات الوطن والعالم كله، كان لازم الملف الزراعي يكون ليه نصيب من الدعم، وده لأن العالم بيواجه تهديدات تخص الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية والأزمات السياسية العالمية. عشان كده كان أحد الحلول هو مبادرة إزرع، واللي هتكون سلاح مهم يوفر سلعة استراتيجية ويزود الرقعة الزراعية. الحكاية بدأت ببذرة. أنا ابني الأرض دي، اتولدت فيها، علمتنا الصبر، عرفتنا معنى الحياة. بذرة راحت خير في إيدين الشقيانين، أرض بالنسبة لي حياة. بالزراعة عرفنا نفسنا، وببركة الأرض اكتشفنا قوتنا ودقنا خير البلد دي. والنهار ما ربنا خلقني وأنا شغالة في الزراعة، والنيل يشهد للفلاحين بناة الحضارة الأصليين. الأرض هي العار، ولما قلنا هنبني من جديد رجعنا لأصلنا، لعزوتنا وأهلنا. وبعدين الفلاح ما هيش كلمة بتتقال، الفلاحة دي عيش. بندعم الزراعة، شريان حياتنا، وهنزرع خير يطرح فرحة. وكل الخير اللي انتوا شايفينه ده بإيدين الفلاحين، وهو ده أساس ازرع. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين. الأمل في الزراعة، ما مصر في عمرها دولة زراعية. الزراعة هي يعني مقاوم من مقاومات الحياة، هي أساس الحضارة، هي قطرة التنمية. ازرع مبادرة لدعم الزراعة
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهدفنا تنمية صغار المزارعين واللي بيمثلوا 85% من إجمالي مزارعين مصر، بالإضافة لهدفنا للتوسع في استزراع مساحات جديدة. لأول مرة نحس إن في جهة من الجهات بتعمل مبادرة لدعم الفلاح ولدعم صغار المزارعين. التحالف الوطني فكر في المبادرة لأن مسؤوليته هي التنمية، ودوره مش مقتصر على توفير الحماية الاجتماعية أو بس توزيع مساعدات غذائية على المواطنين، وبالتالي ركزنا على الزراعة عصب الحياة والعامل الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وبتنمية المزارعين. هنفيد أهلنا وبلدنا. أهداف مبادرة ازرع محددة في تشجيع صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي. ما يكون قوتنا عندنا من القمح مش محتاجين حاجة من بره، ده في حد ذاتها خطوة ياريت نوصل لها. لازم التنمية الزراعية تبدأ من الفلاح. أنا مش هنمي الفلاح كلام، أنا عشان أنمي الفلاح لازم أدعمه. الفلاح أصل الحكاية. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. هو بإيديه يقدر يحول الرملة لذهب، وبلدنا زمان قامت على ايدين الفلاحين. دورنا مع الفلاح بيبتدي من توفير مستلزمات الانتاج والتقاوي عالية الجودة اللي هتساهم في زيادة انتاجية الارض، وبالتالي زيادة دخله ورفع مستوى معيشته. وبالتوازي بنشتغل على تثقيف الفلاح وامداده بافضل الاساليب الزراعية من خلال تقديم ارشاد زراعي جيد يوعيه بالممارسات الزراعية الجيدة ويساعده في مواجهة التغيرات المناخية اللي ممكن تدمر المحصول. تواصلت مع مدير الجمعية، قال لي في مشروع اسمه ازرع، فهتيجي تاخد مثلا شكارتين هتدفع حق شكار. التحالف الوطني اهتم ان احنا نبني المبادره على احتياج فعلي واحتياج واقعي. حطينا ايدينا على مشكله توفير التقاوي عاليه الانتاج. بدل ما كان هيزرع تقاوي قديمه اصبح ان هو بيزرع تقاوي حديثه انتاجيتها اعلى. حال الفلاح المصري بينصلح لما القمح يغطي حتى تلتين الانتاج للبلد. هو لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لك احنا هنستصلح مليون فدان، فعلا المليون فدان سابوا اثر كبير وزودوا المحصول في هذا العام. اللي عملوه مبادره ازرع هيزود الانتاجيه ويخلونا نصدر ويخلونا نكتفي ذاتيا. في اكتر من قطاع بيبقوا شغالين مع بعض. الجمعيات موجوده، القاعديه، الجمعيات التعاونيه، روابط الفلاحين، الكوادر الطبيعيه، نشير الارشاد الزراعي، الخبراء. احنا بنتابعه اثناء الزراعه، وكمان بنعمل مدارس حقليه وبنساعده ونقدم له المعلومات الارشاديه من خلال الارشاد الزراعي. احنا كل التوصيات الفنيه الخاصه بمحصول القمح مثلا بنبلغها للفلاح من خلال مدارس حقليه، ندوات في وحدات محليه. هم برضك عارفين احسن منا برضه، وبنقول لك بدر في الزراعه، آخر في الزراعة، هتفيدنا جداً، التعليمات دي هتفيدنا جداً. إزرع هي الطريق للتنمية الزراعية وتحسين أحوال المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. ولأن القمح هو أساس الحياة للمصريين، كانت بداية إزرع باستهداف 8 محافظات وصلنا فيهم ل 100,000 فلاح مصري بهدف زراعة 150,000 فدان قمح. وفي المراحل اللي جاية هيكون التركيز على باقي المحاصيل الاستراتيجية. أنا واثقة بالعزيمة بتاعة صغار المزارعين، إحنا إن شاء الله هنوصل للمليون فلاح. وهو ده اللي إحنا بنسعى عليه، والدولة كلها تسعى عليه لغاية النهاردة. كان دايماً الظاهر ما بين منظمات المجتمع المدني التنافس مش التعاون، لكن لما توضع المنظمات دي كلها مع بعض حوالين ترابيزة واحدة ويفكروا مع بعض في مبادرات، نقدر نتخيل حجم الموارد اللي ممكن يتم تعبئتها. ثقوا في المجتمع المدني أكتر مع المبادرات ودعم القيادة السياسية للفلاح، هنصدر القمح. الرئيس السيسي هيخلينا أحسن ناس، وملكش بركة اللحم، لك بركه للفلاح. فلاحين مصروا ومبسوطين وبدعوا ومتهنيين، وكل دار مليانه خير. انا اي مراحل
بس عيالنا اللي عاوزة تعيش. فعلا مبادرة ازرع هترسم مستقبل افضل في قطاع الزراعة في مصر. انا واثق ان مبادرة ازرع هتكون ناجحة بأيادي فلاحنا. انا عاوزة مصر مسطورة، بس انا عاوزاها مسطورة طول العمر. مصر ام العالم، مصر جميلة واصيلة. المزارع اللي هو عنده فدان واتنين ويمكن اقل من كده، انت عندك خيارات انك انت تعظم دخلك. لو سمعت كلامنا هنساعدك. الزراعة معاك يا ريس. الزراعة بترد لنا الروح، والأرض أرضنا، والخير مننا لينا. في قاموس المصريين مفيش مستحيل، وببركة الفلاحين مصر هتفضل محروسة. عشان مصر هي أم الدنيا. والآن مع كلمة أستاذة مارغريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية. فخامة رئيس الجمهورية، صباح الخير يا فندم. شكرا جزيلا يا سيادة الرئيس على إشادة حضرتك بدور التحالف اللي أسعدتنا جدا. حضرتك مش متصور في وقت الراحة السابق كنا عاملين إزاي، رفعت من روحنا المعنوية. شكرا جزيلا لحضرتك. إحنا محظوظين يا فندم، بداية 22 كان التخصيص، بداية 23 كان الإشادة والتشجيع ودعوة الاستكمال. شكرا جزيلا، مستمرين كتف بكتف يا فندم مع الدولة ومؤسساتها. اللي تم في عام 22 كان مجرد بداية، ال 14 مليار مجرد بداية. بنوعد حضرتك ان احنا مكملين ومستمرين، ونزود ان شاء الله التمويل سواء الداخلي والخارجي، وهنوصل ان شاء الله لكل جزء في مصر. اسمح لي يا فندم ان انا بتشرف جدا اوي بتكلم قدام حضرتك، وان كمان اقدم عرض لمبادرة ازرع. مبادرة ازرع هي مبادرة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اسمح لي يا فندم في البداية استعرض سريعا خلفية عن المبادرة. الاساس فيها هو انه عن طريق وجود كيان زي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي شجعنا ووفر بيئة مناسبة لينا كمنظمات مجتمع مدني نحن نكون مع بعض في علاقات حقيقية متبادلة ومساحات تعاون مشتركة وفتح قنوات للتواصل والتنسيق وتعزيز التبادل سواء كان في الخبرات الفنية أو المعلوماتية. تحالف يا فندم زي ما كلنا قلنا جمعنا على ترابيزة واحدة عشان نناقش إزاي نشتغل مع بعض، نكبر ونعمق ونتوسع في تأثيرنا، وكمان مرة تانية ما نسيبش في منطقة في مصر محتاجانا إلا ونكون فيها، وكمان نستفيد يا فندم من مجموع الخبرات المتنوعة والممتدة جذورها لفترات طويلة جداً لكل المنظمات، ويتم استثمار هذه الخبرات للصالح العام والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة. والأهم، وده كمان زمايلي قالوه قبل كده، إن إحنا في التحالف في فرصة إننا نكبر أحلامنا ونعلي سقف طموحاتنا أكبر كتير من قدرات كل منظمة بتشتغل بشكل فردي. عشان كده يا فندم في أكتوبر 22 طرحت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي عضو من أعضاء التحالف الوطني وعندها خبرة ميدانية لأكثر من 70 سنة في العمل في مجال الزراعة والعمل مع صغار المزارعين لدعمهم وزيادة قدرتهم وتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وربطهم بالأسواق الأكثر ربحية. طرحنا فكرة إننا نتعاون في ملف الزراعة. ملف الزراعة يا فندم حضرتك كلنا عارفين إنه مهم جدا، لأنه قطاع الزراعة بيعمل فيه حوالي 25% من القوى العاملة، 85% ممن يعملون في قطاع الزراعة من صغار المزارعين. القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية. القطاع الزراعي هو المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي، وكمان لدينا معدلات نمو سكاني عالية، وبالتالي محتاجين نأمن بشكل مستدام المواد الغذائية. وكمان كنا عايزين نبني مبادرة في المجال الزراعي يكون فيها صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقيين، وتتاح ليهم الفرصة
وتتوفر ليهم الإمكانيات علشان يشاركوا بكفاءة وفاعلية وعدالة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والفول الصويا. وده حضرتك كبداية، لكن من هنا جت فكرة مبادرة ازرع. المبادرة وضعت 5 أهداف استراتيجية، أولهم تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق نزود إنتاجهم، نقلل التكلفة الإنتاجية، نقلل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد، نوفر عقود تسويقية. 2، توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، تقليل الفاتورة الاستيرادية، زيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وأخيراً السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها المية وخواص التربة. تم حضرتك إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة في نوفمبر 22 وتناولت القمح والفول الصويا، ومستمرة المرحلة الأولى حتى سبتمبر 23. بتنفذ المرحلة الأولى لإنتاج القمح مع 100,000 من صغار المزارعين بمساحة 150,000 فدان في 8 محافظات، 5 محافظات في وجه إبلي و3 في وجه بحري. تسعى المبادرة إلى إنتاج 3.3 مليون أردب قمح. بنسعى لزيادة الإنتاجية من 18 أردب إلى 22 أردب. المبادرة بتقدم 3 تدخلات أساسية: توفير تقاوي مدعومة، توفير أسمدة ومخصبات، تقديم دعم فني ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي. كمان يا فندم تم تصميم هيكل تنفيذي ميداني بيضمن تقديم كل الدعم لصغار المزارعين وعمل المتابعة الدقيقة لعملية إنتاج المحاصيل والتأكد الدوري من الوصول إلى المستهدفات. علشان كده للـ100,000 مزارع والـ150,000 فدان ليهم 822 خبير ومهندس إرشاد زراعي وكوادر محلية مقسمة على 8 محافظات. نستوضح يا فندم أنه من نموذج المبادرة أنه قائم على الشراكة وتشبيك الجهود وتعبئة الموارد واستثمارها. من ناحية التحالف ومنظماته بيتعاونوا على تشجيع صغار المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد مناطق العمل، ومن ناحية أخرى التحالف ومنظماته مع وزارة الزراعة بمراكزها المختلفة سواء مراكز البحوث والزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية لتوفير التقاوي وتصميم برامج فنية وإرشاد زراعي وتفعيل الزراعة التعاقدية. يا فندم من أهم النقاط هو صوت المزارع، واللي بيقول إنه في خلال الشهرين اللي فاتوا في كلمة محورية بتتردد حضرتك، وهي إنه هذا النوع من المبادرات بيزود إحساسنا بالأمان والطمأنينة والاستقرار والقدرة على التغيير في الزراعة. ماذا بعد؟ حلمنا يا فندم في 23 نحقق زيادة في إنتاجية محصول الفول الصويا بزيادة في الإنتاج من 1.2 طن إلى 1.8 طن للفدان، ونزرع 45,000 فدان وننتج 81,000 طن. الوصول إلى قرابة 500,000 من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح في مساحة 1,000,000 فدان، وأيضاً بصدد تنفيذ خطة لزراعة باقي محاصيل البقوليات والتمور. اسمح لي يا فندم نخرج للبث المباشر لقرية أبيوها مركز أبو قراص المنيا، نستعرض لحضرتك واحدة من المدارس الحقلية مع المزارعين ومهندس الإرشاد الزراعي. اتفضل باشمهندس حسين. اتفضل باشمهندس. مهندس حسين محمد عثمان، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا. فخامة رئيس الجمهورية، أرسل لك عبر الأسير عطر وفخر ومحبة عروس الصعيد محافظة المنيا مركز أبو قرقاص قرية أبيوها. احنا النهاردة يا فندم في أحد المدارس الحقلية التي يدعمها التحالف الوطني من خلال مبادرة ازرع، والتي دعمت 20,000 مزارع من محافظة المنيا بتقاوي معتمدة بنصف التكلفة، بالإضافة للدعم الفني من خلال المدارس الحقلية والتي تعلم المزارع من خلال المشاركة وتبادل الخبرات والمعارف
وتطبيق الممارسات الزراعية التي تحقق أعلى إنتاجية بأقل التكاليف وتعظيم إنتاجية الفدان للوصول إلى أعلى إنتاجية، وهذا أحد أهداف المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني. شكراً يا فندم. شكراً باشمهندس. بعد إذن حضرتك يا فندم نسمع لتعليقات وآراء من أهلينا المزارعين اللي جم مخصوص من أماكن مختلفة للمشاركة والتعبير عن آرائهم لمبادرة أزرع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب محمدي حسن، قرية مدغريطة، مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية. يا فندم، احنا من خلال التحالف الوطني شفنا مبادرة ازرع وفرت تقاوي القمح لصغار الفلاحين والمزارعين بنصف التكلفة. مبادرة ازرع يا فندم، صغار المزارعين اللي هم مساحتهم من فدان ونص فيما اقل، لانه كان دايما متعود ان بيتقي تقاوي قديمه كسر من البيت، فما كانتش بتحقق انتاجيه عاليه. كان معدل الانتاجيه بتاعتها من 12 ارداب الى 15 ارداب للفدان، لكن يا فندم مع مبادره ازرع في توفير التقاوي الجديده ان شاء الله وبامر الله يا فندم نقدر نحقق انتاجيه من 20 ل 22 ارداب. مبادرة إزرع يا فندم موفرة مدارس حقلية موجودة مع الفلاح في طريقة التسميد وطريقة الري من بداية الموسم حتى نهاية الموسم إن شاء الله، وبأمر الله يا فندم يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من محصول القمح، وتبقى مصر هي سلة غذاء العالم بفضل دعم وتوجيهات سيادتك يا فندم. شكرا. صباح الخير يا ريس. خلف عزيز من مركز ومحافظة المنيا، مجتمع صفط اللبن. شكرا يا ريس على مبادرة ازرع. انا مزارع وابن مزارع وفلاح ابن فلاح وبهوى الزراعة. مبادرة ازرع يا ريس عملت فارق لصغار المزارعين، لانها اعلنت سعر القمح في وقت زراعته. في الاول كنا بنزرع القمح واحنا بيد مرتعشة وركب مخلعة، لان ما كناش اما نسمع السعر إلا قبل الحصاد بيومين ثلاثة. فهي مبادرة ازرع يا ريس دي صمام الأمان لصغار المزارعين، لأنها دعمتنا بتقاوي نظيفة خالية من الشوائب معتمدة من وزارة الزراعة. دي فرجت معانا حتى في نجاوة الحشائش في المحصول. كمان دعمتنا يا ريس بأعظم شيء، ضافت على خبرتي الزراعية أنا مادة علمية، قدرت أطلع بمنتج علمي متجانس مع الخبرة، أطلع نموذج للجمح، نموذج متكامل سليم. وشكرا ليك يا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مجد عزت بهجات، محافظة المنيا، مركز أبو جرجاس، من صغار المزارعين اللي كان لينا الشرف بتحفيز سيادة الرئيس لينا في مبادرة ازرع. فإحنا زرعنا الفول الصويا السنة دي مرتين لاحتياج للدولة والظروف اللي احنا فيها. فأول مرة زرعنا الفول الصويا جاب طن و 800 كيلو، وبعديها تاني رحنا زرعناه مرة تاني جاب لنا طن. وغير كده التحالف الوطني مع مبادرة ازرع عملوا لنا تعاقد، فهم اللي خدوا مننا الفول الصويا. مجرد ما درسنا الفول كنا بنرن عليهم يجي ياخدوا الفول من الزرعة، تاني يوم ناخد الفلوس بتاعتنا غير التاجر. اولا المبادرة كانت بتاخد طن واحد، لكن التاجر بياخد طن وخمسين كيلو، فكده وفروا لنا خمسين كيلو. وغير كده كمان خدنا فلوسنا يا ريس على طول، قدرنا ان احنا نبقى جاهزين للزرعة اللي بعديها، قدرنا ان احنا نشوف مصاريف ولادنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف محمد ابو الحسن،
محافظة أسوان، مركز دراو، قرية الجعفرة. احنا بنعمل على دعم وتمكين مزارعي صغار مزارعي النخيل يا فندم على توفير التمور. نقدم لهم الدعم الفني من إرشادات زراعية لزيادة إنتاجية النخيل إن شاء الله من التمور. وتوفير ناحية اقتصادية الحمد لله، عملنا عقد يا فندم مع بنك الطعام المصري على توفير دعم 200 طن سنويا من صغار مزارع النخيل لبنك الطعام لتوزيعها إن شاء الله. وشكرا وتحيا مصر وتحيا مصر. السيد الرئيس، السادة الحضور، أنا صفاء خريشي أحمد، رئيس مجلس إداري جمعية أهل بلدي، قرية جرجوس، مركز جوس، محافظة جنة. أنا بشتغل في مشروع اسمه تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بنشتغل برضو مع صغار المزارعين النخيل. إحنا بنشتغل مع المزارعين إن إحنا بنقدم لهم دعم فني عشان يزود الإنتاجية بتاعتهم. كمان المشروع قدم لنا فرصة إن إحنا تعاقدنا مع بنك الطعام المصري وعملنا تعاقد على توريد التمور مباشر من المزارع للبنك من غير وسيط ولا أي تجار، والمزارع استفاد. كمان البنك لما جه عندي زيارة وشاف إن في الجمعية عندنا في سيدات معيلات، قال لي احنا ما دام عندك سيدات معيلات هنعمل معاكي شغل تاني. فقدموا لي وحده تعبئه وتغليف ان احنا نعبي التمور دي بدل ما نبعتها للبنك في شوايل، لا نعبيها لهم في كيلو بحيث تروح للبنك جاهزه تتحط في كرتونه رمضان. احنا كمان كسيدات قريتي اللي عندي بنحلم ان الوحده دي تكبر وتبقى مصنع، وبدل ما بوفر 25 فرصه عمل للسيدات اللي عندي، لا يبقوا 250 فرصه عمل. وده يعتبر انجاز ليا والاهلي والناس يا ريس، وشكرا لحضرتك. أنا اللي بشكركم وبرحب بيكم أولاً، وكل سنة وأنتم طيبين وسعداء بالكلام اللي أنتم بتقولوه. اللي إحنا لما يتقال النهاردة أن كان الأرداب الفدان بيجيب 12 و14 وبعدين بنقول 18 و20 و22، ده مع 150 ألف فدان زي ما حضرتك قلتي، ده حاجة معتبرة جداً وقيمة كبيرة قوي. مش قيمة يعني، قد يكون اللي بيزرع، أنا آسف، أخونا الفلاح فدان أو فدان ونص، لكن في المجموعة الكبير اللي ممكن يكون أكتر من كده. صحيح. اللي ممكن يكون أكتر من كده لو أنتم، لأن إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم قلنا دايما إحنا هنبقى مع بعض دايما، أنتم بقيتوا التحالف كتلة واحدة، لكن كمان التحالف إحنا مستعدين أكتر من التعاون يا دكتور مصطفى مع الزراعة أكتر. طب ليه؟ أنتم اتكلمتوا من هنا ومن أسوان، وانا هكلمكم على تجربه اخرى. انتوا قلتوا احنا بنوفر بالنتيجه اللي بنعمله ان احنا بنوفر في الميه ونخلي الانتاج يبقى كويس والهدر ما يتقل وكده، وحتى السلاسل تقل. لان النهارده لما النهارده تاخد حاجتك او تاخدي حاجتك تديها للجمعيه على طول بتمن مفيش يعني وسايط كتير، ده للمزارع اللي هو بيزرع فدان وفدان نص، هو محتاج انه كل قرش يعني. لكن هقول لكم على حاجه في موضوع هدر الميه بالذات اللي اتكلمتوا عليه، وانا بقول كده للتحالف ليه وبتكلم على الزراعه تحديدا، كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحيه كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن انا بتكلم على الزراعه تحديدا. احنا بنزرع في اسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب. طب أنا هقول لك، وده النهارده أنت استهدفتي الصغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. أنت عندكم فرصة أكتر من مش أكتر من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بيبقى فيه موظفين ما يقدروش يعني يأدوا اللي أنتوا بتأدوه، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة. ولا تزعلوا مني يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، ده دور التحالف مش كده؟ طبعا. لا طب انا النهارده عايز ايه؟ النهارده لو انت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعه حديثه يقلل كميه الميه، لو قلتي 10% من كميه الميه المستخدمه، ده رقم كبير قوي في 350 الف فدان. طبعا. رقم كبير قوي. طب لو قلتي ان هو بيزود الانتاجيه 20-30-40%، انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتله محدده في الصعيد. تمام. لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزاره الزراعه، لان بالمناسبه
المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجة في الأرض 5 سنين. فطبعا يعني صعب عليه إن هو وأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده. لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه إن إحنا نشاور عليه، نعمل إضاءة ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أرداب إلى 15 و20 ويمكن 22. ما تستقلش بده، وخاصة لو كان الكلام هيتعمل بشكل عام جمعي، يعني اللي هيستفاد منه مش مزارع ولا 2 ولا 3، كتلة مزارعين في مجال واحد. وأنا بتكلم على القصب تحديدا، لأن إحنا لو نجحنا في ده مع وزارة الري ووزارة الزراعة، وإحنا مستعدين نتعاون معاكم، أو إحنا محتاجين نتعاون معاكم. تحت أمرك فهمت. لا صحيح، تحت أمرك. إحنا محتاجين نتعاون معاكم في المجال ده وفي كل المجالات. لكن أنا كلمت على لما كلمت على رؤوس المشية قبل كده، أختنا اللي كانت بتتكلم بتقول أنا بنتج 25 كيلو لبن من رأس الحلاب اللي هي بتستخدمها دي، غيرها بيطلع 5 و6 و7 كيلو، يعني هي زادت 20. حتى لو كانت هي بتدي 8 ل10 كيلو للرضيع اللي هو بتاع الرأس المشية اللي كانت عندها، فعندها 15 كيلو. صحيح. إذن الفكرة كلها إيه؟ لما كلمت فيها أنا كنت بتكلم على إيه؟ على إن إحنا نستهدف بحلم. بإيه يا فندم؟ حلم. بحلم. يعني حد يقول إنك أنت عايز مليون راس ماشية تبقى موجودة عند حد يقول لي بقى ده برنامج ياخد له 10-15 سنة، بيكو مع بعضنا المدة تقل. صحيح. لما نيجي بقى في الزرع اللي بنتكلم عليه ده أيضا، هنا في حاجتين بتكلم، استمروا في ده واستهدفوا أكبر حجم من كده وإحنا معاكم. ثم رحت أنا مشاور لكم على موضوع زي موضوع القصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يوصل ل70 ولا كده كتير، 70 طن، 60 طن، 65 طن، هو بيجيب 40 أقل شوي. طب هو هيجيب الكمية ديت وبمية أقل، يبقى النهاردة لو أنا عندي فدان قصب كان بيجيب لي 40 طن، 35 طن، وبقى بيجيب لي 50 ولا 55، طب ما أنا زودت أكتر من 20% من إنتاجي على نفس مساحة الأرض. صحيح. وكمان قلت المية بتاعتي، فده جهد آخر. صحيح. إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل فيه مع بعض. تحت أمر عشان يعني عشان خاطر بلدنا يعني. وأنا بشكركم وسعداء جدا باللي أنتوا حققتوه، ومثال جميل جدا. وبرضو تاني بشكر كل مزارعين مصر، يعني السيد نجيب عايز يقول لي هنبقى مزرعة العالم، يعني يا رب يسمع منك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. وتحت أمر حضرتك. أخيرا شكرا جزيلا سيادة الرئيس على دعم حضرتك المستمر والدائم، ومقولة حضرتك الأحلام لا تسقط بالتقادم، الأحلام بالعكس داعمة لنا للتحرك للأمام مهما كان شكلها كبير، ودايما إن شاء الله نكون في خدمة الوطن وعند حسن ظن حضرتك. شكرا جزيلا. حق السلام والصحة والبيئة والتنمية المستدامة، بعبارة أخرى حق الإنسان في الحياة في بيئة آمنة لأجيال النهاردة وبكرة، هي دي رؤية مصر لحقوق الإنسان واللي أكدتها جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويتفضل معنا النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، السيدات والسادة، اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات التقدير والإعزاز وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والازدهار لما فيه خير مصر، وأن يسدد الخطى لما يحقق رخاء هذا الوطن العزيز من خلال قيادة حكيمة
أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسؤوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته في حاضر ومستقبل يليق وحضارته الإنسانية، أقدم حضارات الأرض، مهد الديانات وأرض الرسالات. الحضور الكريم، خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض ليعبد ويعمر ويرتقي بالقيم الروحية والإنسانية ويرسي مكارم الأخلاق بما آتاه الخالق وأنعم عليه من تشريف وتكريم بأن سيده على الخلق وسخر له ما خلق ليحقق غاية من خلق. فبإرادة الله كان الإنسان، ولما كانت حكمة الخالق في ذلك قد تجلت منذ بدء الخليقة وإلى منتهاها، قد انعقد لهذا الإنسان ما يكفل له الكرامة ويضمن له الحق في سلامة حياته وعرضه. تلك الضمانة العظيمة التي فطن لها الإنسان منذ العصور السحيقة حتى جاءت الأديان والرسالات تؤكدها وتقرها وترسي قيمتها، فتطلعت المجتمعات عبر العصور المتعاقبة على توكيدها وضمانة سلامتها، وهو ما عبر عنه بحقوق الإنسان. تلك المبادئ الراسخة التي تضمنتها التشريعات والقوانين المختلفة وعلى رأسها القانون الدولي. لقد فرضت حركة وتطور الحضارة الإنسانية بطبيعتها من خلال التشريعات والدساتير والقوانين ضرورة تضمنتها في دمج مبادئ حقوق الإنسان بحسبانها ركيزة أساسية في تقييم وتنفيذ برامج وسياسات التنمية المجتمعية. لما انعقد لهذين الهدفين من علاقة وثيقة تكمن في تنمية البيئة المجتمعية التي يحيا فيها الإنسان ويعيش بما يحقق آليات فاعلة تضمن وتصون حقوق الإنسان في الحياة بشتى جوانبها، وبما يحقق المعادلة بين تحقيق التنمية والازدهار للشعوب والدول وكرامة الفرد في المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات. لعل تلك المعادلة التي باتت هدفاً أسمى وغاية تتطلع لها الدول وتصبو إليها من خلال ما تنتهج من سياسات وخطط تنموية، فكان حرص الدولة المصرية على مسايرة ذلك الركب وأن تحقق من خلال سياساتها التشريعية وما يصدر من تشريعات وقوانين ما يؤكد على ذلك الهدف ويضمن صيانته وسلامته ويرسي ويقر له من الضمانات التي تلبي الغاية المرجوة منه. فلقد حرصت القيادة السياسية في مواطن عدة على تأكيد ضرورة وضع الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة في مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدني، إذ جاءت توجيهات فخامة السيد الرئيس وما صدر من تكليفات سيادته لمؤسسات الدولة المعنية في ختام فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بإنشاء منصة حوار وطني فاعلة بين الدولة وشباب ومؤسسات المجتمع المدني، لتكون تلك المنصة أداة لوضع الأطر المنظمة لعمل تلك الكيانات والمنظمات المجتمعية والتنموية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي حرصت وتحرص عليها الدولة المصرية، وتعمل على تأكيد ودعم أهدافها وغايتها واعتناق المنهج التشاركي المؤسس على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني ومشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، ونشر الوعي بحقوق الإنسان ثقافة ومنهجا وهدفا، وبما من خلاله أن يحقق طموحات الشعب المصري العظيم في حاضر ومستقبل يليق بمصر دولة وشعبا. وانطلاقا من ذلك، فلقد تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
بقوام 30 كيانا عضوا بذلك التحالف، ممثلين من الكيانات الأكثر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن عدد من الكيانات الخدمية، ولعل من أهمها ما استهدفته تحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية من جانب، وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر، لتحقيق أعظم قدر من العائد والأثر الإيجابي بما يصب في مصلحة المواطن المصري، ويعزز من جهود الدولة في وضع وتنفيذ خطط التنمية واتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة أطياف المجتمع المصري. ولعل من أهم ما استهدفته كذلك هو تفعيل دور البرلمان المصري من خلال تأكيد ودعم الدور التشريعي لتعظيم ومساندة هذه الكيانات لتحقيق الغايات المرجوة من نشاطها وجهودها المبذولة، من خلال وضع وسن التشريعات المختلفة وتضمينها من النصوص ما يدعم هذا الدور ويكفل رعايته ويصدد من مساعيه. والآن وبناء على ما تقدم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وجب التوجه إلى إيجاد آلية تشريعية فاعلة من خلال استحداث وسن تشريع يكفل استمرار هذا التحالف في إطار تنظيمي وهيكلي لضمان استمرار فاعليته. فخامة السيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكرام، أخيرا وليس آخرا، ستبقى مصر في على عهدها باقية وعلى ما قطعته قيادتها ومؤسساتها الوطنية على نفسها من وعود، أن تجعل من حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة حقيقة وواقع لحياة تتحقق فيها كرامة الإنسان من خلال الجهود المضنية المبذولة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة وفي شتى مجالاتها، لخلق فرص العيش الكريم والعمل البناء المثمر لجموع هذا الشعب العظيم، ودعم ذخيرته من الشباب تلك الطاقة الجبارة والعزيمة والإرادة الخلاقة التي من شأنها أن تغير وجه الحياة إلى الأفضل وإلى ما يستحقه هذا الوطن العزيز من مكانة بين الأمم والشعوب. وفقنا الله لما فيه خير مصر ولما فيه ازدهار هذا الوطن العزيز وشعبه الأبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشادات دولية ومستهدفات تنموية، عنوان ممكن يلخص رحلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ توقيع ميثاقه في مارس 2022، فقدر يجمع بين رؤية مصر 2030 ويوحد الجهود لتحقيقها، وده جعل هذا التحالف جدير بكل الإشادات الدولية. والآن مع كلمة السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر. مساء الخير. Good afternoon. مساء الخير. Your Excellency President Assisi. فخامة رئيس السيسي. دولة رئيس الوزراء مدبولي. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء. أصحاب السعادة السفراء. السيدات والسادة من منظمات المجتمع المدني. السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري وتكريمي وشرفي أن أكون بينكم أمثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأمثل الوكالة الدولية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعما للعلاقة بين مصر والولايات المتحدة. نحن نحتفل بمرور 100 عام من الشراكة والتعاون بين هذين البلدين العظيمين، ويدا بيد سوف نمضي في هذا التعاون قدما. إن هذا التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين بلدينا هو فعال وناجع وملموس، فيدا بيد
الجهاد سوف نجعل بلادنا أكثر أماناً، أكثر ازدهاراً وأكثر قوة. على مدار عقود وعقود حاولت هذه الشراكة تعزيز التعاون، ونحن ملتزمون بالتعاون في أن نتعاون معكم وأصدقكم القول، فإن هذا نجحنا في حصد آثاره مؤخراً بعد ضرب أزمة كورونا، وكذلك المساعدات الإنسانية التي أحدثتها الصراعات الإنسانية وأزمات التغير المناخي ومؤخرا الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية. وليس من خير مثال على هذا التعاون بين بلدينا في الأواصر التعاون والعمل فيما بيننا بروح الشراكة، وهو بالطبع أمر حتمي ومفيد لبلدينا، ذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يكونوا معارضين لخطر الأمن الغذائي. وفي عام 2022 والذي ساهم في هذا الأمر، وكذلك دعم سلاسل الإمداد لا سيما في الحبوب وحبوب القمح وكذلك الزيوت وزيت عباد الشمس وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. ونظرا لأن مصر من كبرى المستوردين للحبوب، فعلينا أن نعوض ما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، لأن كان لهذه الحرب تبعات سلبية على مصر. وكذلك فإن الرئيس الأمريكي دعم مصر بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري، وكذلك لمساعدة المزارعين المصريين عن طريق تعويض هذا الفقد، وكذلك لتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية. والآن علينا أن نتعرف على ما نتحدث عن ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه للمصريين. عندما كان رئيس كينيدي وعندما تم تأسيس الولايات المتحدة وهذا التعاون في عام 1961 وبعد إثر الحرب العالمية الثانية، كانت هناك خطة أدعت مارشال بلان، وكانت هذه الخطة ناجحة لأنها توجت باستهداف الدول التي عانت من ويلات الحروب. ولكن عندما قمنا بالتعاون مع الحلفاء فإننا نساعد بعضنا البعض. وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة بتأسيس بعض المؤسسات الأمريكية والتي حصدت ثمارها في نهاية المطاف في تعزيز التعاون مع حلفائها، وأصبحنا من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والبنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي وغير ذلك من المنظمات الدولية. كل هذه الجهود كانت تهدف لدعم الشعوب ودعم الدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية، وكذلك تحقيق أهداف الخاصة بها، وكذلك تحقيق الازدهار والرخاء. وبعد مرور عقود من الزمان، فإن حكومة الولايات المتحدة أنفقت ما نحوه 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري، وهو الشريك المهم والصديق المقرب للحكومة الأمريكية. كذلك فإن وكالة المساعدة الأمريكية USAID تعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين وحتى المنظمات الحكومية هنا ومنظمات المجتمع المدني دعما لهذا النمو وللحد من الفقر، وكذلك لتقديم الخدمات إلى كل المصريين في كل بقاع مصر. وفي باكر الأمر عملنا مع الحكومة المصرية لتوفير أنظمة للصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وكذلك التعليم. وحتى يمكنكم أن تروا شعار الوكالة الدولية الأمريكية على عدد من البنايات. كل هذه الجهود لتقديم الخدمات للشعب المصري في مختلف أرجاء مصر. ومؤخرا ومع نمو مصر وتحقيق هذا النمو الهائل، تعاوننا على نحو فعال مع الحكومة والشعب المصري. وكما ترون، ولكن بالطبع نتمنى أنكم تشعرون أنه في حياتكم اليومية بهذا التعاون. على سبيل المثال في المدارس قمنا بتعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية. كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، وكذلك لمنح درجات البكالوريوس للمصريين
لدعم النمو الاقتصادي المصري. كذلك تعاقدنا على شراكات مع عدد من المراكز والجامعات الحكومية المصرية، ونحن لدينا 46 مركزا لتخريج المصريين وصقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل في مختلف أنحاء البلاد. هذا بالطبع ما أفاد في نحو توفير أكثر من 20,000 فرصة عمل، على سبيل المثال الشركات الدولية مثل جوجل ونيسان وغيرهم الكثير والكثير. كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتقديم بعض التعاون للأسر المصرية، وكذلك أثناء فترات الحمل والولادة لتحسين صحة الأمهات، وهذا ما يتيح للمرأة في المشاركة بفعالية في قوى العمل. كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون سهلت وزللت من عملية زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وزيادة فرص العمل التي نقدمها، وحققنا نجاحات عدة في هذا الأمر رغم التحديات الاقتصادية، وكذلك خلال فترات أزمة كورونا، وكذلك وما تلتها من فترة الحرب الروسية الأوكرانية. وقمنا بتوفير 1.7 مليار دولار كاستثمارات في العام الماضي فحسب. كذلك فإن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي دعمت الحكومة المصرية عن طريق التعاون مع الأطراف الأخرى والثالثة وعلى رأسهم القطاع الخاص لتمكين هذه الاستراتيجية لجعل مصر أكثر قطبا وأكثر قبلة لاستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقديم كل الخدمات للمصريين. والآن وكما ذكرت في كلمتي السابقة، فلطيلة عقود أبرمت الولايات المتحدة مع مصر شراكات عدة، لا سيما في مجال الزراعة لربط المزارع بسوق العمل. وهذه القصة تعود منذ التسعينيات القرن الماضي حول كيف يمكننا أن نقوم بتأسيس جمعية مؤسساتية للزراعة، وهذا لاستهداف زيادة الإنتاج الزراعي المصري بنسبة 58% من المحاصيل والخضروات والفاكهة المصرية. ولطالما كان المزارع المصري هو صديق للمؤسسات الأمريكية وربطه باحتياجات مجتمعه. كذلك فإننا قمنا بعقد شراكات مع الحاضنات المصرية وحاضنات الأعمال ومسارعات الأعمال، وقمنا بتأسيس هذه الأنشطة لتعزيز دور ريادة الأعمال. ونحن حتى هذه اللحظة قمنا بدعم أكثر من 10,000 رائد أعمال. على سبيل المثال في نوفمبر الماضي وفي مؤتمر الأطراف الذي عقد في مصر، أحدهم فاز بمنافسة عالمية كان مدعوما من قبل هذه الوكالة الدولية، وكان اسمه أحمد سليمان في معامل ويب لابس، والذي وضع ملصق كيف نضع مادة معينة على الفاكهة حتى تعيش فترة أطول وحتى لا تكون سريعة التلف. كل هذا كان ثمرة جهود هذا التعاون. ومع مؤتمر الأطراف وحضرناه معنا كوب 27، فكانت هناك مبادرات أخرى، وقمنا بضخ 50 مليون دولار للاستثمار في الشعاب المرجانية على ضفاف وعلى ساحل البحر الأحمر. وكذلك حماية هذا المصدر على ضفاف البحر الأحمر هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على النظام الإيكولوجي، وهو أمر لا حيد عنه ولا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأنا شخصيا سعيدة بهذه المبادرات وما إلى ذلك. وبالحديث عن ملف السياحة، فإن مصر تستقطب سياحا من كافة أنحاء العالم، ذلك لأن قطاع السياحة يدير عملة صعبة، كذلك أكثر من مليون فرصة عمل. ومن ثم فإن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع وزارة السياحة المصرية والمستثمرين من القطاع الخاص للارتقاء بهذا القطاع، وكذلك لضمان أن المجتمعات هم من بين أولئك الذين يستفيدون من هذه المنجزات. وفي نقطتي الأخيرة هي مهمة جدا، هذا كله نحن نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، ولكن إذا ما شعر الشعب بهذا النمو الاقتصادي وإذا ما تم توفير فرص عمل له وتقديم خدمات أفضل له، فعلينا أن نذكر أنه عندما قمنا بوصف هذه المبادرات فإن الشعب بأكمله سوف يحقق هذا الازدهار. إن الازدهار والأمن هما وجهان لعملة واحدة وترجمتهما البشرية والعنصر البشري، وهذا هو المحرك الذي جعل
جعلنا نشارك في وضع أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل وعدا حقيقيا لتحقيق الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك فإن الحكومة المصرية سعت حثيثا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بزيادة التطوير الشمولي والبناء. وكيف يمكننا أن نستفيد من هذه الأهداف؟ أولا أن نكون عازمين على تحقيق المساواة بين الجنسين. كذلك علينا أن نشارك هذا الالتزام لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في كل سوق العمل. يدا بيد سوف نحمي كرامتنا ونبني بلادنا ونحقق الرفاهية والازدهار ونستفيد من كل هذه الفرص الواعدة. كل هذه هي مضمنة في وعود الحكومة الأمريكية. كذلك ربما أن مصر هي مهد الحضارات وكذلك هي البلد الشاب عالميا. وكما تعلمون فإن نسبة 40% من السكان المصريين نحو 50 مليون نسمة هم من فئة الشباب من الفئة العمرية من الشباب. ومعنى هذا وترجمته هو أن فرص ريادة الأعمال هي فرصة واعدة بالنسبة للشعب المصري. علينا إذن أن نستفيد من هذه في تمكين الشباب والاستفادة من المعارف والخبرات ونقل هذه الخبرات لتحقيق هذا الطموح وكذلك لاجتياز كل التحديات والعقبات. وثالثا فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستفادة من هذه الفرص وكذلك أن يستفيد كل هؤلاء الشباب من فرص النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر. وذلك لأن نحو 12 مليون شخص من مصر هم من ذوي الإعاقة، ومن ثم علينا إذن أن ندمج ذوي الإعاقة في الأنشطة المصرية. كذلك فإن ملاحظتي عليها أن تركز على دور الحوكمة، ذلك لأن التطوير الناجح هو نتاج للحوكمة الرشيدة. وكما ذكر الرئيس السيسي في كلمته في مستهل اليوم، فإن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هم بالطبع مساهمين لا غنى عنهم في مثلث التنمية. وفعلنا ذلك في 2022 ونستشرف عام 2023، وعلينا أن ندرك ونعترف بالدور الهام لهذين القطاعين في التنمية الاقتصادية. ذلك لأن منظمات المجتمع المدني تلعب عظيم الدور في ترجمة رؤية 2030 المصرية إلى أرض الواقع. كذلك فإن هناك قصص نجاح متوالية للمجتمع المصري، وأن هذه التنمية المصرية التي شهدتها مصر بلغت أشدها في مكافحة أزمة كورونا بالتعاون مع منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر مع إنقاذ حيوات الأشخاص وتوفير اللقاحات. بعضها تمت التبرع بها من قبل الحكومة الأمريكية. ومع هذه الأزمة التي نشهدها في حالة الأمن الغذائي، فإننا نتعاون مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية والأطعمة بالقدر الذي نستطيعه. وبالطبع علينا ألا نغفل هذه الفرص. كذلك فإن منظمات المجتمع المدني في مصر على ضفاف البحر الأحمر تعني أنه كوكب أرض واحد يعني قدر واحد حتمي للبشرية جمعاء. وهذا بدأ في عام COP27. قدر واحد، نصيب واحد، بلد واحد. ولا شك في أنه في أننا انتهينا من مؤتمر الأطراف COP27، وعلينا أن نربط أهدافه بأهداف التنمية المستدامة. ونحن نقيم موقف التنمية والتعاون فيما بيننا. علينا أن نقيم ما حصدناه معا وما نستشرف أن نحققه مستقبلا بالتعاون مع مصر. شيء آخر يجب أن يبقى لا حيد عنه هو أننا بحاجة إلى بعضنا البعض. شراكتنا مستمرة، شراكتنا مشتركة. بوجود منظمات المجتمع المدني وأنشطة الأعمال والقطاع الخاص والشركات الناشئة. وأخيرا وليس آخرا، اسمحوا لي أن أعود أدراجي إلى نقطة صعبة. بعضها قد يكون محبطا بعض الشيء، ولكن أود أن أؤكد على دوري في المنظمة الوكالة الدولية للتعاون، الوكالة الأمريكية للتعاون، هو أن مصر بلد طيب غني وأن شعبه شعب طيب. استمعت إلى القصص الكثير وهي قصص مقنعة
تدلل على روح التعاون وتدلل على الإنجازات التي فعلها الشعب المصري، ومن ثم علينا إذن أن نعزز هذه العلاقات وهذه الشراكة. الأمر كله يتلخص في الشعب كشعب وفي الإنسان كإنسان، ومن ثم الأمر يتعلق بالمزارع نفسه. إذا ما اعتزم أن يرتقي من إنتاجيته ويرتقي من أساليبه، فأظن أنه سوف يحصد النتائج كثيرة. ونحن نتحدث عني وعنك، عن شراكتنا وعن قدراتنا في التعاطي مع الاحتياجات المصرية، ومن ثم يدا بيد لمصر ولصالح مصر ولكل المصريين. شكرا لكم. الاتحاد قوة، والاتحاد علشان الخير والعدالة منتهى القوة، وده سر نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اتحاد كلمة السر فيه هي العطاء والتجرد، واللي اترجم في مؤسسات وجهات وتبرعات، واتبنى نجاحه بإيدين متطوعين مثلوا إرادة البلد وقدروا يكونوا القدوة والقدرة. واعتزازاً منا بكل القيم النبيلة المتمثلة في تلك النماذج الملهمة، ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتفضل لتكريم تلك النماذج. مش هنسى رحب بيكي بسنك الصغير ده وبالموهبة دي، واحنا محتاجين. شكراً لحضرتك. وانا عايز اقول من خلالك، يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع ان في مصر كل اللي احنا بنتمناه، بس احنا محتاجين نوصل له، محتاجين نوصل له. قلنا في مبادرات وفي اليات ممكن تتعمل لو احنا عايزين نجيب ناس يعني بتلعب كره قدم هائله، هنلاقي ناس بتكتب شعر عظيم، هنلاقي ناس بتكتب يعني روايات عظيمة، هنلاقي كل حاجة موجودة في 104 مليون، كل حاجة. وأنا عايز أقول إن مريم مثال لده، ربنا يوفقك. شكرا لحضرتك. السيدة أنيسة حسونة، واحدة من أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر، توفاها الله قبل توقيعها ميثاق تدشين التحالف بنحو 6 ساعات. تم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتسلم الجائزة زوجها الدكتور شريف ناجي. رضا سيد حسن، باحثة ماجستير القانون العام، بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثابرة. استطاعت التغلب على كافة التحديات التي تواجه فتاة من ذوي البصيرة، كما تطوعت لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة في تعلم طريقة برايل. أحمد إبراهيم عطلة، يعمل بوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده من أكثر من 15 سنة، وشارك في العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية.
الزميل محمد علي وهب نفسه للعمل التطوعي الذي أحب وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة، ورحل عن عالمنا وهو في 22 من عمره، ويتسلم عنه الجائزة والده المهندس محمد علي. دكتورة شيرين عامر طبيبة قامت مع زملائها المتطوعين بتنفيذ العديد من القوافل الطبية والعينية بداية من القاهرة وصولاً إلى أبعد المناطق النائية والصحراء على مدار 25 سنة اعتماداً على الموارد الذاتية. أحمد فؤاد السيد مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ولم توقفه إصابته بالسرطان عن العمل التطوعي. المهندس محمود سعيد مبارك رغم الإعاقة السمعية استطاع التخرج من المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتقدير امتياز، ويعمل بالقطاع الهندسي، متطوع منذ 2011 في تعليم شباب الصم برامج الكمبيوتر. جيهان رمضان كلاهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة قام بإدارة العديد من الحملات التطوعية، وقد توفي في حادث أليم عام 2018، ثم رحلت زوجته بمرض السرطان، ويتسلم عنهما الجائزة ابنتهما سارة. الأستاذة مي جبالله نائب المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، خبرة أكثر من 22 عام في العمل في مجال التنمية والإغاثة الإنسانية، وأدارة العديد من الحملات الإنسانية في كثير من الدول. الأستاذ شعبان حسني عبد المقصود أسس مع 3 من زملائه مبادرة عشان الخير للغير بالعاشر من رمضان منذ عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً السادة الحضور. الحكاية بدأت ببذرة. أنا ابن الأرض دي اتولدت فيها. علمتنا الصبر، عرفتنا معنى الحياة. بذرة راحت خير في إيدين الشقيانين. أرض بالنسبة لي حياة. بالزراعة عرفنا نفسنا، وببركة الأرض اكتشفنا قوتنا ودقنا خير البلد دي. النهار ما ربنا خلقني وأنا شغالة في الزراعة. والنيل يشهد للفلاحين، بنات الحضارة الأصليين. الأرض هي العار. ولما قلنا هنبني من جديد رجعنا لأصلنا، لعزوتنا وأهلنا. وبعدين الفلاح ما هيش كلمة بتتقال، الفلاحة دي عيش. بندعم الزراعة، شريان حياتنا، وهنزرع خير يطرح فرحة. وكل الخير اللي انتوا شايفينه ده بإيدين الفلاحين، وهو ده أساس ازرع. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين الأمل في الزراعة. ما مصر في عمرها دولة زراعية. الزراعة هي يعني مقاومة مقاومات الحياة، هي أساس الحضارة، هي قطرة التنمية.
ازرع مبادرة لدعم الزراعة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهدفنا تنمية صغار المزارعين واللي بيمثلوا 85% من إجمالي مزارعين مصر، بالإضافة لهدفنا للتوسع في استزراع مساحات جديدة. لأول مرة نحس إن في جهة من الجهات بتعمل مبادرة لدعم الفلاح ولدعم صغار المزارعين. التحالف الوطني فكر في المبادرة لأن مسؤوليته هي التنمية، ودوره مش مقتصر على توفير الحماية الاجتماعية أو بس توزيع مساعدات غذائية على المواطنين، وبالتالي ركزنا على الزراعة عصب الحياة والعامل الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وبتنمية المزارعين. هنفيد أهلنا وبلدنا. أهداف مبادرة ازرع محددة في تشجيع صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي. ما يكون قوتنا عندنا من القمح مش محتاجين حاجة من برة، ده في حد ذاتها خطوة ياريت نوصل لها. لازم التنمية الزراعية تبدأ من الفلاح. أنا مش هنمي الفلاح كلام، أنا عشان أنمي الفلاح لازم أدعمه. الفلاح أصل الحكاية. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. وبإيديه يقدر يحول الرملة لذهب. وبلدنا زمان قامت على ايدين الفلاحين. دورنا مع الفلاح بيبتدي من توفير مستلزمات الانتاج والتقاوي عالية الجودة اللي هتساهم في زيادة انتاجية الارض، وبالتالي زيادة دخله ورفع مستوى معيشته. وبالتوازي بنشتغل على تثقيف الفلاح وامداده بافضل الاساليب الزراعية من خلال تقديم ارشاد زراعي جيد يوعيه بالممارسات الزراعية الجيدة ويساعده في مواجهة التغيرات المناخية اللي ممكن تدمر المحصول. تواصلت مع مدير الجمعية، قال لي في مشروع اسمه ازرع، فهتيجي تاخد مثلا شكارتين هتدفع حق شكارة. التحالف الوطني اهتم ان احنا نبني المبادرة على احتياج فعلي واحتياج واقعي. حطينا ايدينا على مشكلة توفير التقاوي عالية الانتاج. بدل ما كان هيزرع تقاوي قديمة اصبح ان هو بيزرع تقاوي حديثة انتاجيتها اعلى. حال الفلاح المصري بينصلح لما القمح يغطي حتى تلتين الانتاج للبلد. هو لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لك احنا هنستصلح مليون فدان، فعلا المليون فدان سابوا اثر كبير وزودوا المحصول في هذا العام. اللي عملوه مبادره ازرع هيزود الانتاجيه ويخلونا نصدر ويخلونا نكتفي ذاتيا. في اكتر من قطاع بيبقوا شغالين مع بعض. الجمعيات موجوده، القاعديه، الجمعيات التعاونيه، روابط الفلاحين، الكوادر الطبيعيه، نشيد الشد الزراعي، الخبراء. احنا بنتابعه اثناء الزراعه، وكمان بنعمل مدارس حقليه وبنساعده ونقدم له المعلومات الإرشادية من خلال الإرشاد الزراعي. إحنا كل التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح مثلاً بنبلغها للفلاح من خلال مدارس حقلية، ندوات في وحدات محلية. هم برضك عارفين أحسن منا برضه، ويقول لك بدر في الزراعة، أخر في الزراعة، هتفيدنا جداً، التعليمات دي هتفيدنا جداً. ازرع هي الطريق للتنمية الزراعية وتحسين أحوال المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. ولأن القمح هو أساس الحياة للمصريين، كانت بداية ازرع باستهداف 8 محافظات، وصلنا فيهم ل 100,000 فلاح مصري بهدف زراعة 150,000 فدان قمح. وفي المراحل اللي جاية هيكون التركيز على باقي المحاصيل الاستراتيجية. أنا واثقة بالعزيمة بتاعة صغار المزارعين إحنا إن شاء الله هنوصل للمليون فلاح، وهو ده اللي إحنا بنسعى عليه والدولة كلها بتسعى عليه لغاية النهاردة. كان دايماً الظاهر ما بين منظمات المجتمع المدني التنافس مش التعاون، لكن لما توضع المنظمات دي كلها مع بعض حوالين ترابيزة واحدة ويفكروا مع بعض في مبادرات، نقدر نتخيل حجم الموارد اللي ممكن يتم تعبئتها. ثقوا في المجتمع المدني أكتر مع المبادرات ودعم القيادة السياسية للفلاح. هنصدر القمح. الرئيس السيسي هيخلينا أحسن ناس، وملكش بركة اللحم، ليكش بركه الا الفلاح. فلاحين مصروا ومبسوطين وبدعوا لي ومتهنيين، وكل دار مليانه خير. انا اي مراحل
بس عيالنا اللي عاوزة تعيش. فعلا مبادرة ازرع هترسم مستقبل افضل في قطاع الزراعة في مصر. انا واثق ان مبادرة ازرع هتكون ناجحة بأيادي فلاحين. انا عاوزة مصر مستورة، بس انا عاوزاها مستورة طول العمر. مصر ام العالم، مصر جميلة واصيلة. المزارع اللي هو عنده فدان واتنين ويمكن اقل من كده، انت عندك خيارات انك انت تعظم دخلك. لو سمعت كلامنا هنساعدك. الزراعه معاك يا ريس. الزراعه بترد لنا الروح، والارض ارضنا، والخير مننا لينا. في قاموس المصريين مفيش مستحيل، وببركه الفلاحين مصر هتفضل محروسه. عشان مصر هي ام الدنيا. تابعنا مع حضراتكم فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر عن أمله في أن يشهد عام 2023 مزيدا من الجهود في مجال العمل الأهلي. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن انضمام المزيد من الكيانات الأخرى إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من شأنه أن يحقق نتائج كبيرة في إطار الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر عليه بشكل جيد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو المستويات الأخرى التي يعمل فيها. ونوه السيد الرئيس بالجهد المنسق والواضح جدا الذي قام به التحالف خلال عام 2022. وأضاف الرئيس السيسي بمنتهى الصراحة: هناك مؤسسات للمجتمع المدني تقوم بدور لن تستطيع الحكومة القيام به بالكفاءة نفسها. اليوم نتحدث عن أكثر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، وندعو المزيد من الكيانات للانضمام إلى التحالف، ونشكر كل المساهمين سواء كانوا من داخل مصر أو خارجها لدعمهم المتواصل وقدرتهم على إيصال المساعدات. وتابع الرئيس إن مبلغ 10 مليارات جنيه التي تحدثتم عنها هي عبارة عن أموال متبرعين، ونحن نحتاج لزيادة هذا المبلغ. وأكدنا أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لكن في الحقيقة ظروف 2023 تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد نظرا للأزمة المتواجدة وتداعياتها على العالم بأكمله، وهي أزمة مستمرة ولها تأثير كبير. وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني قد عملت بهمة وجهد كبير خلال 2022، فإننا بحاجة إلى مضاعفة هذا الجهد خلال 2023. واستطرد الرئيس السيسي أن التحالف أعلن عن تقديم مبلغ 14 مليار جنيه، وأدعو الجميع للمساهمة بصورة أكبر، كما أدعو الحكومة وصندوق تحيا مصر وباقي الصناديق إلى المساهمة في زيادة هذا المبلغ. ولا أريد أن أحدد رقما بعينه ليكون مفتوحا للزيادة من جانب المساهمين، وحتى تبذل الحكومة جهدا معنا في هذا الإطار. وأضاف الرئيس أن العالم كله يشهد ظروفا صعبة، والأزمة الروسية الأوكرانية والموقف الذي شهدناه خلال أزمة كورونا خلال سنتين لم تصنعهما مصر، لافتا إلى أن مصر تدفع ثمن هذه الأزمات مثل باقي دول العالم، مطالبا الجميع بالكف عن الحديث غير المجدي. لما يتقال النهاردة أن كان الأرداب الفدان بيجيب 12 و14 وبعدين بنقول 18 و20 و22، ده مع 150 ألف فدان زي ما حضرتك قلتي، ده حاجة معتبرة جدا وقيمة كبيرة قوي. مش قيمة يعني، قد يكون اللي بيزرع أنا أسف أخونا الفلاح فدان أو فدان ونص، لكن في المجموع الكبير اللي ممكن يكون أكتر من كده. صحيح، اللي ممكن يكون أكتر من كده. لو أنتم، لأن إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم قلنا دايما إحنا هنبقى مع بعض دايما، انتوا بقيتوا التحالف كتلة واحدة، لكن كمان التحالف احنا مستعدين اكتر من التعاون دكتور مصطفى مع الزراعة اكتر. طب ليه؟ انتوا اتكلمتوا من انا ومن اسوان، وانا هكلمكم على تجربة اخرى. انتوا قلتوا احنا بنوفر بالنتيجة اللي بنعمله، ان احنا بنوفر في المية ونخلي الانتاج يبقى كويس والهدر ما يتقل وكده، وحتى السلاسل تقل. النهاردة لما النهاردة تاخد حاجتك أو تاخدي حاجتك تديها للجمعية على طول بتمن، مفيش يعني وسايط كتير،
ده للمزارع اللي هو بيزرع فدان وفدان نص، هو محتاج انه كل قرش يعني. لكن هقول لكم على حاجه في موضوع هدر الميه بالذات اللي اتكلمتوا عليه، وانا بقول كده للتحالف ليه وبتكلم على الزراعه تحديدا، كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحيه وكله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن انا بتكلم على الزراعه تحديدا. احنا بنزرع في اسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب. طب أنا هقول لك، وده النهاردة أنت بتستهدفتي صغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. أنتوا عندكم فرصة أكتر من مش أكتر من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بيبقى فيه موظفين ما يقدروش يعني يأدوا اللي انتوا بتأدوه، وانا بتكلم بمنتهى الصراحة. ولا تزعلوا مني يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، ده دور التحالف مش كده؟ لا طب انا النهاردة عايز ايه؟ النهاردة لو انت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعة حديثة يقلل كمية المية، لو قلتي 10% من كمية المية المستخدمة، ده رقم كبير قوي في 350 ألف فدان، رقم كبير قوي. طب لو قلتي ان هو بيزود الانتاجيه 20-30-40%، انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتله محدده في الصعيد، لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزاره الزراعه، لان بالمناسبه المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجه في الارض 5 سنين، فطبعا يعني صعب عليه ان هو وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. لكن انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه ان احنا نشاور عليه، نعمل اضاءه ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشويه التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أدب إلى 15 و20 ويمكن 22، ما تستقلش بده، وخاصة لو كان الكلام هيتعمل بشكل عام جمعي، يعني اللي هيستفاد منه مش مزارع ولا 2 ولا 3، كتلة مزارعين في مجال واحد. وأنا بتكلم على القصب تحديدا، لأن إحنا لو نجحنا في ده مع وزارة الري ووزارة الزراعة، وإحنا مستعدين نتعاون معاكم، أو إحنا محتاجين نتعاون معاكم تحت امرك فنان. لا صحيح، تحت امرك، احنا محتاجين نتعاون معاكم في المجال ده وفي كل المجالات. لكن انا كلمت على لما كلمت على رؤوس الماشيه قبل كده، اختنا اللي كانت بتتكلم بتقول انا بنتج 25 كيلو لبن من راس الحلاب اللي هي بتستخدمها دي، غيرها بيطلع 5 و6 و7 كيلو، يعني هي زادت 20. حتى لو كانت هي بتدي 8-10 كيلو للرضيع اللي هو بتاع الراس الماشية اللي كانت عندها، فعندها 15 كيلو. صحيح. إذا الفكرة كلها إيه؟ لما كلمت فيها أنا كنت بتكلم على إيه؟ على إن إحنا نستهدف بحلم. بإيه يا فندم؟ حلم. بحلم. يعني حد يقول إنك أنت عايز مليون راس ماشية تبقى موجودة عند حد يقول لي بقى ده برنامج ياخد له 10-15 سنة، بيكوا مع بعضنا المدة تقل. صحيح. لما نيجي بقى في الزرع اللي بنتكلم عليه ده ايضا، هنا في حاجتين بتكلم، استمروا في ده واستهدفوا اكبر حجم من كده واحنا معاكم. ثم رحت انا مشاور لكم على موضوع زي موضوع القصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يوصل ل 70 ولا كده كتير، 70 طن، 60 طن، 65 طن، هو بيجيب 40 اقل شويه. طب هو هيجيب الكميه ديت وبميه اقل، يبقى النهارده لو انا عندي فدان قصب كان بيجيب لي 40 طن 35 طن وبقى بيجيب لي 50 ولا 55، طب ما انا زودت اكتر من 20% من انتاجي على نفس مساحه الارض. صحيح. وكمان قللت الميه بتاعتي، فده جهد اخر. صحيح. احنا محتاجين ان احنا نشتغل فيه مع بعض تحت امر عشان يعني عشان خاطر بلدنا يعني. وانا بشكركم وسعداء جدا باللي انتم حققتوه، ومثال جميل جدا. وبرضو تاني بشكر كل مزارعين مصر، يعني السيد نجيب عايز بيقول لي هنبقى مزرعة العالم، يعني يا رب يسمع منك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.
وللمزيد من التفاصيل انضم الينا هاتفيا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. استاذ اكرم، بعد التحيه، تابعت معنا المؤتمر الاول للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. بدايه الارقام والرسائل التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا المؤتمر. طبعا هو في كثير جدا الحقيقه، يعني اولا الرئيس اتكلم على استهداف ميزانيه 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات التحالف الوطني. بنك الطعام اتكلم على تقديم خدمات ل 25 مليون. في تفاصيل كثيره الحقيقه وخدمات كثيره جدا، ومشروع زي ازرع، مشروع زي الدعم الاقتصادي للاسر، ومشروعات الحقيقه كثيره جدا التحالف الوطني بيقدمها. والحقيقه فكره التحالف نفسه ناجحه جدا لانها جمعت الجهود وركزتها بالشكل اللي ما يبقاش فيه تكرار، يبقى فيه قاعده معلومات ويتم التعامل مع عدد اكبر. الرئيس وجه بانه يضاعفوا هذا الجهد في ظل عام 2023 ومراعاه للظروف وللازمه الاقتصاديه ولغيره، فيوسعوا التعامل مع الاسر، ووعد بتقديم دعم، ووعد بتقديم دعم مضاعف من الحكومه وارقام عاليه جدا من الحكومه ومن المؤسسات المختلفه. والتحالف نفسه الحقيقه اعلن عن توسيع نشاطه بشكل كبير في اتجاهات مختلفه. فالحقيقه والوكاله الامريكيه للتنميه اتكلمت برضه 100 عام من الشراكه مع مصر، وده كان الحقيقه على مدى عقود، كان احيانا ما كانش بيتم توجيه الجهد الاهلي او الجهد المدني بشكل مركز. اعتقد التحالف اصبح النهارده بيصب في اتجاه واحد لتقديم خدمات بكافة الفئات المختلفة، يعني خدمات طبية لخمس ملايين مواطن، استهداف الموازنة زي ما احنا قلنا. الرئيس أشاد طبعا. نعم، فكرة التحالفات أستاذ أكرم، يعني الفكرة كانت في الأستاذ أكرم القصاص، انقطع الاتصال معك ونعود الاتصال بك مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، هي جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين، ومن أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية. هذا التحالف الذي يضم بين جنباته العديد من الجمعيات مثل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأستاذ أكرم القصاص عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ أكرم، كنا نتحدث عن فكرة التحالف وأكثر أو حوالي 30 مؤسسة وجمعية أهلية تحت مظلة هذا التحالف. كيف نشجع المزيد من المؤسسات والكيانات؟ وكما أشار السيد الرئيس أن هناك حوالي 50,000 جمعية في مصر، ودعا إلى مشاركة إلى أن تشارك في هذا التحالف في خلال 2023. طبعا، والرئيس دعا باقي المؤسسات الحقيقه الاهليه للانضمام، ووجه لهم التحيه، وانه بيقوموا بدور مهم مع الحكومه، وممكن يوصلوا لاماكن الحكومه قد لا تصل اليها. والحقيقه تم استعراض عدد كويس جدا من المبادرات زي ازرع وزي بنك الطعام وغيره، واعتقد انه ده كان ظاهر جدا في الجهود، انه احنا محتاجين مزيد من الكيانات دي تنضم، وانه في ظل 2023 وتقديم خدمات اكثر، وانه المساعده بالارقام اللي وصل ل 10 مليار، ودي اوجه برضه التحيه للمتبرعين والمساهمين في هذا الامر، وانه 22 كان عامل المجتمع المدني، 23 برضه محتاجين نبذل جهد ايضا في هذا الامر المؤسسات والتحالف، وانه الدكتور مصطفى مدهولي هو اشار انه الحكومه تقدم 23 مليار جنيه، وبيدعو جهات مختلفة لدعم هذا الأمر وتوسيعه. والحقيقة أنه كان التجارب الملهمة اللي كانت موجودة في الزراعة أو في المشروعات أو في الدعم الاقتصادي بتشير إلى أن التحالف بالفعل وصل لمناطق مختلفة ولقرى ولغيره، بالذات دعم الفلاحين اللي بيمثلوا 55% من سكان مصر. نعم، هناك نقطة أود التوقف عندها أستاذ أكرم، وهي إشارة السيد الرئيس بكل صراحة، وأظن أنها وصلت إلى المشاهد من تابع هذا المؤتمر، مسألة أن أستاذ أكرم، هل طيب
سأعيد بصوت مرتفع. أستاذ أكرم، كنت أتحدث عن نقطة أود التوقف عندها، وهي عندما أشار السيد الرئيس بكل صراحة إلى أن جهود المجتمع المدني ربما تصل إلى أماكن لا تستطيع الحكومة الوصول إليها. مسألة التعاون والتضامن والتشارك ما بين التحالف والحكومة وجهاتها المعنية. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بالأستاذ أكرم، أو أنه في مكان غير مؤهل بالشبكة. نعود مرة أخرى إلى مشاهدينا إلى تغطيتنا، حيث أن الدولة بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين. ومن أبرز هذه الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية. هذا التحالف الذي يضم بين جنباته العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في نظام أو في إطار العمل الأهلي التنموي. جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين، ولعل واحدة من أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة كانت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدأت خطواته التنفيذية في فبراير من عام 2022، وتم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي، وتم توقيع وثيقة التحالف من قبل 23 جمعية ومؤسسة، إضافة إلى اتحاد الجمعيات. وفي 13 من مارس من عام 2022 انطلق التحالف الذي يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي. التحالف يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا اقليميا، وتعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية. التحالف الهام أسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه، وفي وقت لاحق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامنا مع كون عام 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى النشاط التشغيلي. التحالف أطلق أولى مبادراته وصل الخير في رمضان بتكلفة ملياري جنيه، حيث استطاعت المبادرة تقديم مساعدات إلى 8 ملايين أسرة مصرية مستفيدة. كما أطلق مبادرة وصل الخير 2، وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما عن غيرها. هي إذن خطوات مؤثرة وجهود كبيرة تبذلها الدولة في محاولة لتقديم المساعدة لكافة المواطنين المحتاجين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
إذن تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتابعنا من خلاله عرضا لكل المبادرات والإنجازات التي تمت خلال عام 2022 وقام بها التحالف بما يضمه من جمعيات ومؤسسات تعمل في هذا العمل الأهلي التنموي. قبل أن نترك حضراتكم، وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الشكر لكل من يعمل في العمل الأهلي التنموي. دمتم في أمان الله. اتعلمنا أن إيد لوحدها مش كفاية، وأن اتحادنا دايماً قوة. كل مرة اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا أسرة واحدة، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيأدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح. فلذلك أنا يعني متحمسة جداً للمشروع، متحمسة جداً لأن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا أنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات والمجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر، والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له مش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عنده ميه بيضاء على العين، صناع الخير والتحالف خبط علينا قال تعكشف. خدنا العلاج اسبوع، قلنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضاء وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرفت نفسي عليهم، ما جبلوا لي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائية وصلت لملايين من الأسر في مختلف محافظات الجمهورية. تجد العمل على أرض الواقع ولقاء التنفيذيين، القاعدة توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير، قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفت موضوع القوافل قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت بتدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف،
ولا في سباكة ولا في كهرباء ولا في أي حاجة. وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء أكتر من سنة أو سنتين وإحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر أشتغل ولا أقدر أوكل أولادي ولا كده. عندهم خبر أني أنا رجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعية أرمان ساعدتني في توصيلة وصلة المياه. الوقت الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجة بصراحة يعني، وما اعتنشهم أي حاجة، واستلمت منهم البيت على هذا الوضع. قدرت تطلعني من اللي أنا كنت فيه وبقيت أنا في المكان دي دلوقتي، أنا ذات نفسي مش مصدقة خالص. أنا بالصدفة كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم أن أنا مطلقة وعندي ولدين والبيت بتاعي مفهوش سقف وعايزة سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس تحبكوا لي خشب حتى. فبالفعل اللي بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحه ما كنتش مصدقه خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محاره وكهرباء وسباكه وسيراميك ونقاشه وحاجات انا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها اصلا. لما جم فتحوا الورشه دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. أنا ما كانش فيه مصدر رزق الأول خالص، فبصراحة لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويس. عرفت التحالف إن هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم، قلت لهم أنا تعبان ما بقدرش أشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. أنا كانت مشكلتي إن الحياة كانت صعبة شوية، وجوزي كان ساب الشغل ورجع اشتغل شغلانة يعني بسيطة، مرتبه يعني بسيط، فأنا جيت هنا المؤسسة اتعلمت الخياطة واشتغلت. بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية ل 600 ألف أسرة. وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز، وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. ادينا البطاطين والحفه والكلام ده كله، في رمضان الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم، من ضمن القوافل وزعنا حلاوه المولد. الناس الحقيقه انبسطت، شنط المدارس، الناس يعني سعيده انك تلاقي في الاخر حد حاس بيك وبولادك وبان احنا بلد كلنا بنحب بعض. ضم 600 ألف اسره جديده لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس، بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني. والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين. وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة، نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة، مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الاخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رايي ده مشروع رائع ان شاء الله هيجيب نتائج كويسه جدا.